متى جو المرة اللي فاتت؟ وش هو؟ عشرة عشرة؟ لا لا ولا خلص ادرس والله ها؟ لا 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 حاتم اليوم في مؤتمر بمزي دان دلع انا رجل بمزي يا بخيل يا بخيل بمزي بمزي ولا حمضيات ليش بمزي كلام مدير كلام اي يا الله لا تصير لا تصير والله مسكين وداري تروح اسمع ارفع الطوسه اقول هذا الطوسه تروح يا ابو ثاني والله يا ابو ثاني انك عبيد حياتك لا 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 ذكي للدرجه دي اكيد علي ولا من بماركت نحسبها نسبه تناسب حرام ترى تعليم بيانات عشان عشان بس انت اللي جات تسحي على الرقم اللي ما استحق اوه اداريا ايش تعور صح ده كل فعل ردت فعل ايه هلا تعور صح الله صلب يوجع احمد سلم شباب الله يوجع احمد بالعافيه نواف ابوي طقمك كرنج ابوي وربي كاني قمح في الشارع تاك يا اخوي ريح ما تدب انا ادب على نفسي ها ريح والله معليش ري والله ابوك خدمه خدمه كاب مساعد شيرت مساعد سروال نواف حق فوصل القماش الله ياخذني كان باخذ اسود زي كذا قول صوته مقطوع ووقف ارفع بس ما ديمي خلهم يلتفتوا له يلا صح عليهم شوف الاتيكيت ملابس وينيه انا ملابسي لابسها حسن عجيب ترى حسن عجيب اي واحد يبغى لبن علي لا ياخذ الكود ياخذ جهاز صح قول صح الله يقطع رزقك عدوك اعلن زي الناس هذا مصيبة صح صح فصال الرابع اللي يبغى ياخذ لبن ترى هذا وسخ ما خلص اللبن عليكم الا ذاب اذا صح الله لا يوفق من يعلمك لا عطى شوف امانه يا شباب يا شباب اللي بيشرب لبن بالكوب ذا مجاني لا يا شباب يا شباب ما حد يسمعني تقوى يا دحا صالح صالح لا ما هو جلدني والله بس صح لا صح صح اصل 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 ترى انت ممكن تكون ايه تكون نمونية بكره في الاسئله يسالونك ما يسمعونك صح صوت بقنوس علي يا منازل انا من وين؟ تعال 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 مصعب مصعب تعال والله ما على شيء من وين؟ سمعت صبونا لا ادري اي صوت ترى يا ولد يا هذا مجانا لا تتغصب كذا اللبن هذا تجنن اقسم بالله اني معك من ايه؟ من ايه؟ انت تقول من منين؟ هذه طاستي ما عاد يشرب فيها احد حمد لا 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 تقول من منين؟ هذا حمد والله ما اقول من منين؟ اول حرف وش؟ روح والله الذي لا اله الا هو انا قلتها ثلاث مرات شو اسمه؟ من منين؟ اي قلت له قبل من منين؟ انا اغيرها من منين؟ انا احسب انه يطقطق احسب انه يطقطق لا ما اقول من منين؟ ها من منين؟ زاد بعد من منين؟ من منين؟ والله كلها معميه ما في شيء مكحل ترى تبديل يا عيال من منين؟ من منين؟ منو مي؟ ابدع شو ما تقول في الاخير خروج في الاخير زي لا دوران تبغى تقول المفروض يسمونه دوره هل رجع والله ها هذا يسمونه دوره هل وهذا كل وهله البراين الله لا 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 هذا يسمونه دوره هل وذاك لقينا هل ايه ولا لقينا هل يلا من قريب ولا يسير ضعيف ولا يسير خميس مشيت لا هم هنا لا أرسل الخميس الري عري الحزن خيل بس بس مالي فيه والله الذي لا إله إلا هو مالي فيه شوف حلفت لك بالله يا ولد مالي فيه أقسم بالله أنا آخر لقمة أشبك دمرت المعمول دمرت دمرت مالي فيه مالي فيه مالي فيه مالي فيه أقول لك والله صادق والله مالي فيه والله صادق ما عاد يجيها
تقاوى بين العيشة ويحلو. بدا توعيني الله انك لما عينت الزاد انك ما تقوم دقوك على نقطة ضعفة فزع بالكلام يوم عين ما بقى مربي من عنده عن خلى لك ابن عمك خويك ما عندي ابن عمك دينا جنبك اي والله بطة 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 علي افزع النبي يعود خلف الكواليس ياخذها ايه يندرها عرض على قولك سود الله وجهك زيدة اي والله ابو بطنين مرقوم 25 15 صح باقي لي هاك سد الحين علي معه فلوس سد الحين علي بيتين ما دايجت مع العربان اعطيك الحين ولا بعدين خلاص ما معي الا خمسه طيب انت دحام علي 25 لا علي 20 عليك 20 باقي 15 سلطه وفلوس لا لا مجاني باقي 15 ايه اللهم لك الحمد والشكر اللهم اجزاك بديت صح؟ صدق والله ها؟ وش؟ تعال عبد الله لا ما شفت شيء دا اعطاه خمسه بس طيب طيب شوف حط صحن اعطني صحن من ذا هذا في باقي شيء؟ في صحن واجد عندي صح؟ خلاص بحط فلوس فيه خلى فلوس فيه فيها شو اسمه الرز الابيض في سليك في سليك سليك في حليب انا بس باقي الوجبه حقك بس اخر الليل تشوف انا عطيه اخر الليل شو بس شو اسمه هذه مالده شمسان اي سجلت ابو عمرو عندك يا ابو سليك موجود خلاص حطه عندك شوف انا حاطه لانه اقول له يلا خذ ارز علي هذا هو هذا هو حقي انا وش تبي حسين ايش تبي تبي خذ خذ وش عندك مضغوط فيه سليك فيه فيه مضغوط يا ولد حبيبنا هات مويه هات مويه فيه مضغوط مويه سيف ما تغديت اليوم ما تغديت صايم ايه ها ايش تبي؟ ايه تغديت اليوم ولا لا؟ سليق ايش تغديت؟ سليق ها؟ صقة بس شوف هذا ولا في مصدع في شيء عندكم هنا؟ هذا كذا حسين في سلطة معه مجانا مصقع فيه؟ لا فيه مرقوق لا لا بس سليق 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 هذا السليق السليق موجود اي عاد السليق هذا سليق هذا السليق ابغى سليق عطنا سليق عطنا اثنين سليق مثلك انت عشيت اليوم اي تاخذ ها عزلطه معك كل شيء ليه؟ ما في مشكله ما في مشكله اشرب ايش تعشيت؟ ها؟ ايه لا لا تسجلها بعطيك فلوس ها؟ بعطيك فلوس الحين معك لا بروح اجيبها ها؟ انت اليوم تعشيت ما دفعت ايه كم رديت عليك 25 25 الحين تبي عليك 19 صح؟ ايه خلي عليك 40 عليك 25
خمسة وأربعين. ها بجيك أعطيك إياها. بعطيك إياها شوي هنا. خلاص عليك. ها؟ شوي أقرب بس. عشان ما يخصبون هنا. حط لي سفري يا شمسان. سفري. سريع ها؟ عشرين ها سجلت سجلت عشرين يا حمد عشرين ها سام يطلع المية هي مثلا كم توقف يطلع المية إذا جبت أمسح سجلت سجلت الدفتر يلا خلاص أيوة أعطوني حقت حمد إيه حمد وردي وعلومها الخيبة متجهلة اليوم تبعت أداك صح؟ نشوف البن نشوف البر وال بن الأشقر والدلال ما تساق إلا على كف من يستاهلة ما تساق شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية ومتخصصون في قضايا التحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقال: تصدق ولم يشك كما. وقال الله سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. عندكم جمعية العروة الخيرية وقف الرحمة تدعوكم إلى التبرع بما تجود في أنفسكم. فوالله لن يضيع شيء عند الله سبحانه وتعالى. إذا تبغى النجاح وتبغى التوفيق وتبغى السعادة في الدنيا وفي الآخرة فعليك بالتبرع ما تجود في نفسك. ندعوك إلى خير أمامكم، فلا تبخل على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك. جمعية عروة الخيرية وقف الرحمة، هذه الجمعية متخصصة في الأيتام. على جزء من غالي من أبنائنا وأبناء وطننا هم في حاجة ماسة إلى فزعتكم، وإذا ما فزعنا لهم وقمنا معهم ينتظرون مين؟ تكفون يا أخواننا ويا أحبابنا ويا بناتنا ويا أولادنا ويا كل من يحب عمل الخير. هذا عمل خير إن شاء الله تلقونه سعادته في الدنيا ويبقى لكم إن شاء الله إلى أن تقوم القيامة. أنا أوصيكم وأوصي نفسي والمسألة يا طوال العمر بقدر ما تستطيع، ولكن يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. السيف جيلري تطلب صفقاتها الأقوى لمدة 10 أيام فقط، أسعار رائعة لمنتجات مميزة على مختارات من خبازات إديسون الكهربائية وقلايات إديسون الهوائية وعجانات إديسون بأنواعها المختلفة وقدور الضغط الكهربائية من إديسون والعديد العديد من منتجات السيف جيلري المميزة. هذا العرض لمدة محدودة، انتهزوا الفرصة. السيف جيلري حياكم. يلا زد رصيدك كل يوم بنعيد.
شوية بس شوية بس. لا لا عد 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 اللحن اليوم عد اللحن يا أخي صوتي يا جميل يا ريني. هذا أغنية يمنية لاحبوا وين عايش قتال من أيام قهري عاشق روحي صوب الحب عقلي قلبي بالهوى دق طبوله عشقت الحب ايام قهلي تعلمته بايام الطبوله عاشق بروحي صوب الحب عقلي قلبي بالهوى دق طبوله عشقت الحب من ايام شكرا يا عمي شكرا يا عم شمسان روح مجاني كله يعطيكم العافيه مجاني يا ولد قول لي عشقت هذا يا عمي قهلي والله من التخامين حذر يا قلب احذر لا تقول لي تكوش لا تقوله ما هذا الحب ما لهش ابو ملاي ابو عسكر هذا ابو عسكر هذا ابو تخابيس طلع كيف أدعي؟ والله كلكم مبدعين تستاهل الطيب والله وجودك معنا ها والله يا شمسان يقولها بدون المفروض المفروض نغير هنا في مطعم والله مطعم بن خيمان وشمسان يراضي الزعلاء والرجال والله كلهم نعم والله كلهم مية مية والله يمين ايش اسمك عبد العزيز يا ولد ايش عندكم يا ولد ها انا محبوب اي والله انك محبوب انا اشهد انك محبوب كل شيء موجود لا لا بحلفي حاتم لا ابي لي لبن علامه حديه ما في في لبن خلص خلص في سليق مع حليب في لبن حبيبي ما في ما في سليق طيب في هالشيء دامت موجوده اذا ما تخلصت دخلت يا صبر الناس تعشوا كلهم مع باب الاسامر وانت هذا ابي انا ابي انا قبل زي كلام ايش فعلك أنا شفت السليق اللي طبخه. لقى السليق. السليق جود. السليق يلا تأكل. عطر له قبته منه خلنا نشوف طعمه. علاج. شمسان. أني يا شمسان. بعد شوي أصلاً تجي فقرة. بعد فقرة نوماني وبعد نوماني هذا بيقفلوا يعني بتي وراء بعض ما لك الحين ترى. عشك. عشك. كنت طافي لا شغال سلام بسم الله خلاص ما تقول عشاء صح والله انك دكتور والله انك دكتور انتم يا اسمع اي والله نعم بالله جميل والله انا هنا خذ لك صحن ما بيبه عقب يا ايوه لا يفوتك لا يفوتك دقك النحف يا ولد كل لازم تاكل والله يا حاتم بدي اسمي زي بدي اسمي انت والله صح يا انا خل السلطه 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 لا والله كل ذي بس ذباء تكفى انا ابغى يا والله مجاني خذ مجاني فيه هذه وين وهذه بتروح هذه خذها تكلها في نفسك هذه وين بتروح هذه لو اني ما خذيتها بتروح انت قدم انت قدم ايش دخاني قدم من الله ايش دخاني السلطه هذه خلصتوها حطوها جمعوها على جنب ابشر بس لا لا ان شاء الله الامور زينه شمسان ما احتاج نوصيك النعمه تكفى يا شمسان لا والله ما تكفي لا الاكل على وزن صح انا اغلب الصحن الحين بدات تفضى والله يا اخي صار انضباط ها انضباط ما زي اول حتى ابو همين ما كانت اول يعني الامور واضحه والله نعم ابو همين سم ونعم باقي مساعد وبندر وما مساعد وبندر وماجد محمد اليابسي وفيصل نيه فهمني تعشى خلاص فيصل هدنا بس انت تمام يعني الاكل اهم شيء ما يكون بايض الاكل تمام جزاك الله خير عليك اليوم جيبوها كل يوم الافضل بعد تكلمني ها تكلمني انا شكرا كل
يا مرحبا يا ابو فرع في محل الرجال. اقول مسيك بخير تعز الضيوف وتكرم اشرامها. لا 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 تعال تعال استريح تعال استريح اني لك من الناصحين وسوف اعطيك قصصا من الماضي. اسلم ها هلا العلو هلا العلو ايه هلا كل يوم وتحاشته مقضى مخل عنك الهواجس كل يوم وتحاشته مقضى. المهم مالكم في الطويله. المهم اني معيف وخاطري سامح وطايب. انت اللي امس وعدتني ولا غيرك؟ ايش يقول؟ ويش؟ يا ندوان؟ لا ويش؟ ما بنت ما بنت طلع بعد. اسمع قار ايه جاني فضول. من هو؟ مرة من المرات مرة من المرارير مرات من المرة لا صدق مرة من المرات وانا مسافر ومعي العائلة وابوي معاول. المهم هذا على رقم شايب ليه؟ اخر كلمة اخر مرة سمعت الكلمة ذي من جدي الله يجعلها في الجنة. شلون؟ معه المع وانا ابوي معاول معاول يعني مع السواق يعني من يمين السواق. المهم ماسكين الخط احنا دوبنا راجعين من عرس عرس في عفيف الوكاد يوم وصلنا رضوان انا مسرح انا مسرح وراجعين من العرس ابو خليه يجلس. المهم انا مسرح وراجعين من العرس قلت يا ولد اهو جس قاعد افكر في قصيده عندنا عرس ثاني بعد بكره وكاتبين في قصيده وبطلع القيها ومهوجس في قصيدة أفكر وأعيد أبياتها في مخي وأنتم بكرامة أثر فيه أربعة سلاب قطعت الخط السريع الخط العام وأنا ما منتبه وتعرف اللي مهوجس منتبه يشوف هالخط بس ما هو بتفكيره ما هو مع الخط. المهم أقبلت على علىها وأنا أمشي 145 مثبت السرعة 145 يوم أقبلت علىها بس كذا رجعت للخط افكر ايش موتر جيمس 340 احنا على الخط العام الخط السريع سلم له على المعاون. المهم وانا الحين افكر وش انضربت فرامل بقوه العائله وابوي كلهم بيجون قدام وابوي يمكن يصفق في قزازه ولا يجي شيء. قلت يا ولد ابى اهرج تجودوا وانا المس الفرامل بس شوي وانا له قدامي ثلاثه قطعن واثنين على الصدام في دمك والله العظيم تراها قشر تراها قشر ربما اعلم قب لا 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 وانا للموتر اشوى ما جاء شيء وانا اصفط على جنب. يوم صفطت كم دين الموتر؟ يوم صفطت 2016 والله جديد اي جديد يوم صفطت على جنب عدمت عد راح الصدام الصدام واللحي اللي تحت له متفكك كل ابوي حك في الخط وفي الكفرات اسمع صوته اللحي حق رب الشبك ما جاء شيء لا لا الكبوت والشبك ما جاء شيء ما ذي متداول ما لحقت الموتر مرتفع وهذه وانا تمشي من اللوحه احول ها تمشي من اللوحه اللوحه طاحت اي من اللوحه اللوحه ما دريت عنها طاحت وانا في الربكه ومن الربكه وحنا نظهر معنا مشرط في العزبه وحنا نقطع شو اسمه صدام اللحي حق الصدام عشان ما يحك في الكفر للبطانات حقت الكفر كل ابوها راجعت ورا على الكفر وحنا نعدلها نرهمها شوي. قلت يلا مشينا ونركب وانا امشي وتعرف نسولف فالحدث وما الحدث لا 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 لاني وقفت عند التفتيش وقفت عند التفتيش حبيبي وين اللوحه تمشي بدون لوحه يا مسلم خلفيه موجوده ايه حنا يا ابن الحلال صار علينا كذا. قال لا يا ولد والله انه صايرين علينا كذا وكذا وعان وعان. قال ليش ما بلغتوا؟ لا ليش ما بلغتوا اصلا يوم انكم لقيتوا هذه على الخط المفروض إيه؟ نعم ليش ما بلغتوا الجهات تجي تباشر وتعوضك. شوف شوف النظام اللي صح تجي الجهات وتباشر وتعوضك على الخساره اللي جتك وتشيل اللي انت تركت هذا كله ابوها صداماتك الطايحه و... وتدري ايش بيسوون بعد اذا جو؟ اذا بلغت؟ ايه؟ يجونك باسعاف صح يجونك بدوريه
ويجوك بكل شيء، شيء حتى لو ان ما في لازم شيء يكون على نعم نظام امورهم كويسه نظام. المهم قلنا يا ولد والله احنا نجهل هذا حق الطرق إيه؟ نجهل في الموضوع هذا. المهم والله نطحنا لنا في واحد نجودي قال انا ببلغ وبخليهم يدورون لحدكم وبخليهم. المهم قلنا زي بيض الله وجهك جزاك الله خير. وانا اكمل المشوار. يوم وصلت البيت قلت بشيك على الموتر. يوم نزلت تحت عند الموتر تحت لا والله ريجي انه تحت علبه الزيت الطرمبه حقت الزيت له ضاربها ومرجعها على ورا. اثره قوي قوي. انا من اول احسب انه خبل. اثر ما قوى منه لا واحد والله قوي. صح انا احسب انه تسلب انتم كرامه عادي يعني ما هب بالقوه هذه. لا والله اني اسوي اكثر. عفطنا الموتر احمد ربك انك على موتر كبير. ايه لو اني على موتر صغير والله اللي يهدر وجهك. احنا راجعين من عرس ورانا خوالي اربع سيارات بغير نسينا ندق عليهم بعد. حولنا نقص قصيه واحد من خوالي جاء على موتر صغير توطى اللي احنا صادمينه والله توطى بغى ينقلب يدق علينا يحذرنا. قلنا حنا اللي صادمينه. حنا اللي صادمينه. كلام طالع اي والله العظيم تمام. قلنا حنا اللي صادمينه. قدرنا ابو فيصل قد يقص صدق. انا جار لي موقف بس سلمني الله. انت الموقف هذا معي اهلي طول العمر طالع من المجمعه رايحين الارطويه المسافه يمكن حوالي 70 كيلو. والسايد ثلاث مسارات. بالمجمع الارطوية؟ ايه. طريق الحفر كويس يعني. ايه ممتاز اصلا من يوم تطلع من الرياض على المجمعة على حفر الباب. هذاك طريق دولي. ايه هذاك دولي. ومساراته كويسة. الوكاد مروح. وهذه من طول العمر معود للديرة. يوم اقبلت على ديرتني قالهم سدرة. ما دريت يا رجال وانتم كرامه الاحمر في وسط مثل لا لا ابيض والله يا رجل انها ابيض احمر كرامه بنص الخط ووجهه هنا معترض وسط. يا ولد انا بمشي 140 بمشي الرجال وعلى الجمس تاهم. يا ولد انا اخذت يمين يمكن بيعود بيقطع على الخط بيروح الجهه وان رحت هنا لنا على وجهه منه. قلت اني بكمل هذا تفرغ والرجال هو قدامي والله يا ريجي قسمته وكاد انا كخبريك بس على الخفيف ما بينت وهلي ما اللي نايم ولي كاد وانا احوص بالموتر يساره بس اللي خلاني اتجاوزه شيء بسيط هو ما تحرك وكاد وانا شوف وانا اشطفه وانا هدي اي والله هديت انا ما هديت من البدايه عشان ما اخوف العائله والمنظر قدام فهديت على خفيف بس ليش شطفته يوم سلمت والله اني اريج اني يوم اني هديت وبديت العظامي بردت خلاص وانا اعود الوكاد انا افك الباب ولا انزل عليه ولا يوم من السياره تقام تلي من اليسار الوكاد يهشون لين بس قطعوا هالخطوره خلوني اروح. اي والله هذه مشكله والله هذا بعدين انت على موتر صغير هذا البل والبل والله يا موتر واحد من العيال كم انه طالع منا شو اسمه طالع منا ارطويه راح الرياض من طريق تمير سايد واحد على كورد 2009 الوكاد طول عمر مروحي صغيره يوم انتصف الخط الا والله الناقه من اعترضت الخط تبي تقطع الخط تروح يسار الرابع ما شاء الله واحد الراقد الثاني يسوق لكنه ما هو جسمه والخط ذاك ما حد يجي سايد واحد كاد الله يوم الناقه ابد ما عاد بينها وبين الظهر الا 10 متر يوم انه فطن العمره هو ساج مع الخط يوم نظر لا هي قدامه ولا حل ما يمديه لا يلف يمين ولا يسار طيب يمين الخط يساره فيه لا 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 صمت يا ولد لو ينزل صحراء روح يعني ما فيها حواجز ما فيها مره لا حواجز ولا شيء صمت الوكاد هو يشيله مع النص اي والله يا رجل ان الناقه ملقيت وجهنا وهو داخل من النص كذا شايل التنده كامله يا رجل قلب الموتر كش جاء من تحتها اي جاء من تحتها وشال الموتر كامل من فوق باقي البيبان طول العمر وخشم الموتر نازل يا ولد موتر اي والله ما عرفت الموتر وش السياره؟ كورد القديمه الوكاد هم يصفطون ما ادري كيف سلمهم الله اروح يديه طول العمر اللي هو ولد عمي
وانت السواق عتيبي. ولد عمي طول العمر من مكان ما توفى، لكن انغمى في مكان ما يدوش متكسر، يحاولون يشيلونه العود مره ما يقدروا يحركونها، كله دمان وكله، ومن زاد خوف هلاقي ما نبي يشيل عشان ما مزع عضلاته، يدق على اسعاف يجوا. شو اسعاف على مستشفى تمير، دخلوهم من تمير اصلا مستقبلهم في الطوارئ، يركبون اسعاف الثاني وعلى الرياض يشلعوهم خلاء خلاء طبي ايه. كادوا على الطوارئ ظهر المستشفى، والله ما ادري وين المستشفى ظهر تخصص، وكادوا يدخلونها المستشفى. السواق سلم ما بيها طقه، لكن ولد عمي ذا اللي نايم هو اللي الضحيه. ايوه سبحان الله. هو ويدخل العمليه طول العمر، عمليات على طول، ولا في كسر ظاهر فقرات الظهر وجنبه من هنا وراسه. لا اله. ايه وعيونه يا ولد وجهه متكسر كامل. اجل نزلت عليه التنتت هو. ايه الظاهر مشات. ايه مشات دقته من ذا وشلعت فوق. والله يا رجيل احد طول المستشفى اخذ له وجهه سنه يتعالج ويكسر. لو صدمها حولت الناقه في السلوم طاحت عليه. تحليلاتك يعني جنب الايمن. ايه هي هو جنبه الايمن وظهره ووجهه. اخذ له سنه يتعالج في الفتره هذه طول العمر لين تحسن وضعه طول العمر يمكن بنسبه 40%. والله يا رجيل يوم دخل الدير عقب ما طلع من المستشفى يعني تلفت تقول اوه الدير متى تطورت؟ والله يا ريدي مدة سنة. اي يمكن اخذ سنة كذا. يوم دخل الديرة قال يا الربع انا ماني خابر غير بيت جدي ادخل الله وبيت ابوي وبيت خاله ديبان. يا ولد يا ولد الديرة متى تطور؟ عليكم السلام. يروح يدخل بقاله بياخذ له عصيرات ويستغرب من الاسعار. يا الربع وش الاسعار؟ كلها سنة طيب. والله ما الظاهر والله ما كمل سنة الظاهر حوالي 6 شهور. أقولك الرجال يدوب بس نحفظه ونفهمه ونعلمه هذا اسمه فلان وهذا فلان. هذا يقول أنا شايف يعني ما يعرف يقصدني أنا يقول أنا شايف كم سنة هذا جده؟ جده أنا ولد عمر. هذا واحد من يعلم أي ضربت الذاكرة ضربت الذاكرة مرة ما ضربت كلها بس تلقى راح منها نسبة. لا تذكر تذكر هو فقدها مؤقتا. أي الذاكرة مؤقت أي لأن عقبها فترة صار يعرفنا ونوب يضيع. يا كيف هذا الحين؟ ها كيف هذا الحين؟ الله يرحمه توفى. صار عليه حادث عقبه طول العمر بسنة سنتين. عد هو سبحان الله. أسأل الله أن الله يغفر. الله يرحمه. إن شاء الله بحول الله إنه من المبتلين المحبوبين عند الله سبحانه. اللهم. أسأل الله يرحمه يغفر له. والله إن قصة هذا الآدمي يا ريديل صار عليه حادث. هو كان يوم مر في فترة هذه كان مضى. عقب ما صار عليه حادث الأول فصل. راح طول العمر شرى له موتر. قطينا له الجماعة عشان وضعه. شرينا له موتر كنا يا ولد ووصل معلمات وروح تعال. يطلع مره طول العمر مرطويه رايح للديره جنبنا هو معود احنا علينا المطر ذيك الايام. وفي طول العمر تحويله السايدين يمشي معه. عقبه في صبات زي كذا على المسار الجديد هم يشتغلون في الشارع ذا بس انه حاطين تحويله يعني تاخذ يمين جبال. قالوا كاد انه هو بياخذها على سرعه ما هو لان هي من يمين مره لا غير متشطره شوي. ياخذها على سرعه طول العمر ويضرب الكفره اللي وراء على زاويه الجار اللي بين هذه عرفت الخط مو جاي كذا في هنا فتحه كسرت ازفلت ويضرب الكفره اللي وراء ويسحب الموتر يسار وتقلب ويطيح وراء. عاد هو عقب مرتفع يطيح وراء تقلب الموتر وقوام في مكان الحالة ولا مع ناس لا لا كد نزل معلمات الحمد لله هشو ما كسب ذنب المسلمين رحمة الله سبحانه وتعالى تحصل بعض الناس والله سبحان الله ترى تغير 180 درجة. هو كان كان صلى الله يرحمه يغفر له مقصر في بعض الأمور إيه مقصر في بعض الأمور وسبحان الله يوم الله أعطاه التنبيه هذا تغير حاله يا رجيم 180 درجة. الله المسجد ما يبارك في ذيك الأيام عقب حادث سبحان المسجد الله. وبر الوالدين والله يا رجيم رب الكعبة إنه ياخذ أمه صلى الله يشفيها تروح تغسل كل صبح شفيها كل صبح يا رجيم هذا طبيب يودي أمه أول شيء لغسل كلى ويرجع ياخذ المعلمات يوديهم ويرجع لجى الظهر عود جاب ثم جلس عنده فترة يوم كامل عنده أمه أخذ تقريبا سنة ونص صار عليه الحادث توفى الله الله يرحمه الله يرحمه رحمة المسلمين ربي يثني بندر وانا شايفك وين؟ الله يطول بعمرك
الله يسلمك. رجال تجعلها بالذمة. أنا قلت أنا شايخ مو سلم. ما حلم يعني. لا. إلى نام. هو يدور علي. عايض يقول متعب. كمية. عايض يقول متعب أول يوم طلعنا. إحنا شفينا مطقبين الناس. يوم طلعنا من المسجد. إيه. وضح إنه مني زلبي. يوم طلعنا من المسجد. يوم شكله متعب قال. عايض أنا أشوف شبيهك. قال دائرة بس شل الباقي ولا الباقي ما في شبه. شبيه بالدائرة. عز الله جاف هاي. ايش اللي خلانا نلبس كذا يا حمام التفقيع؟ اوف الظاهر احنا لا بس اوف. وش العلم؟ البلا مو بلا البلا يوم التفت مرت الأخرى وده ولا إيه والله يوم يلوم الذعلي شو ذنبنا أنا وفيصل طيب؟ ها؟ شو ذنبنا؟ خلنا ما تدري تعلقنا أضحك معاك أنا ودي أضحك من قبل مع أنكم سالفة ترى يجين الصدق سافت صاحب ممثله ودي اقول هلا لا نضحك الحين لازم تدق الجو اي لازم هذه عاد منها هذه وش الحين سالفه هاي سالفتهم وولدها طبعا متوفيهم لهم حالتهم يعني ورثها الله يزين حالنا وحالهم بيت النجار وفي ديرتهم حالهم قرايبهم بعيد منهم مو بتحسر توفى راح البيت إيه بالولد ولد يوم توفى عمره ما 14 ولا 15 بعدها فترة حلمت أمه وما عندها إلا ولدها حلمت أمه بالولد ذا الولد هذا حلمت إنه جاء في الحلم طبعا إن في ناس خذوا ولدها وأخفوا كذا حلم قصير وانبتر الحلم قعدت لها كم ليل وحلمت نفس الحلم بدأ يزيد التلفون الأم على أي شيء يسمعه يزيد الشك إنها خلاص ما بدها تفارق ولدها ودن ولدها ما يروح ديرها المهم وصلت مرحلة إنها خلاص ولدها لازم تلازمه في كل أمر سواء طالع البيت داخل البيت جالس وين يروح وين يجي طبعا ما لها أصدقاء ما يروح معه يروح المسجد وكل ما راح المسجد راحت معه إلى المسجد قعدت برا تنتظرها تطلع يوم من الأيام راحت مع العصر صلي العصر دخل المسجد العصر قعدت برا نفس عادتها الوكاد انتظرت عقب ما خلصوا العرب طلعوا المؤذن طلع والإمام طلع ما ولدها ما طلع قالت يمكن يقرا ولا يصلي ولا سألت المؤذن قال لها ظهر ما يقرا القرآن أو يصلي قالت ما أحب انتظر طيب النهار يوم راح عقب المغرب هاي اللي يجي معوده مؤذن والإمام ما هي مؤذن الغريب ولدها ما طلع داخل المسجد وهي ما تقدر تدخل المسجد وكاد قاعد خلاص بنتظر الصلاة يمكن الله يمكن نرتاح في المسجد يبغى يقعد يا الغريب ايه وتنتظر ولدها طلعوا العرب ما طلع نشد المؤذن قاعد كان موجود وكاد ايه موجود في المسجد شيء ما خلته ما تبغي تبين الناس متحلمة في حلم شيء فيه ولا تبغي ايه تبغي يشير الرجال اختلعت ما تبغى تهزها قدام الناس يعني يقولنا خايف عليه تبغى يعتمد على نفسه يشير الرجال تخيبوا اللم صح فيها مندي وفيها مندي ايو كاد ويصل المغرب يطلع العالم ماش ولدها ابغاها يطلع قال ماش ما بها طلع يروح الوقت الى عشاء اتوا العرب تلفون يصلوا عشاء هنا الام خلاص وصلت حد ايه ما راح تصور الليل كله خلاص وصلت حتى قعدت خلاص مش اللي مطلع ولد العشاء مش قاعد به لفجر قاعد لفجر لا اقول لك هي تفكر كذا بيطلع لين طلع اخر واحد من المسجد مسكته قالت ولدي وين ولدي داخل قال انت ام فلان اللي داخل قال لي المهم قال تعوذ من الشيطان واذكر الله الام هنا بدت تبرد خلاص ما نعمت
ينتظرون ينتظرون الحين قال أنا بننتظر المؤذن ننتظر الإمام بيطلع بيدخلون وبيعلمون شو إيش فيه. هذا واحد من جيران قالت أنا ما منتظر أنا بروح شو ولدي ولدي إيش فيه في حد عنده قال ما تقل ما راح مخليش تدخين نهائيا مرة ليجي المؤذن والإمام ما سمعت كلام رحت وقفت على باب المسجد ألا وشوف ولدها شفت منكرية ولدها دخل المهم أنا نعمت صدعت صار فيها كل شيء توقعون أمها الأم الولد ذا وش شافت توقع في مسجد تخيل أنت في مسجد وش بتشوف الأم ولدها ولدها اللي تحلمت فيه يمكن ثلاث مرات أو مرتين نفس الحلم ساجد ها ساجد ساجد خلاص بكرة أكمل لكم بقى القصة إن شاء الله ولد بكرة أنا يعني الحين مسلسلات تابعونها صح لا فيها كل يوم حلقة طيب الأم وش شافت الحين ولدها بكرة بكرة واحد اثنين بوجهك والله لا تكمل والله لا تكمل انا متحمل لا ساعه دمعتي بغت تنزل انا يا ولد دمعتي بغت تنزل يا رجل اقسم بالله ما اكمل والله عيوني فيها لمعه علم بنتيك من سالفه اذكر والله سالفه ام الولد اللي متحمس هي السالفه يعني صحيحه بس انا يا اخي ما بحاول اصور والله اكملها داخل هذا اذا كملها لا صدق السالفه صدق بس اني اكملها بكره الحين اكملها طالع طالع بكره بعد بكره الرجال ما بحولك بكره لا لا بكره احنا تابعين مسلسل بعد مونيزا بكره واحد منا بكره نبرد لا انت كلكم محتاجين لحظه هذه ايش بسالك بالله هالشيء بكمل بدون سؤال لا بدنا في داعينك لك عشان مجان انا في وجه الله انك ما تقول شيء خلها بكره الحين تتابع المسلسل الاحداث تجي امس قال لنا سالفه قال بكملها بكره يلا كمل السالفه 50 والله العظيم امس قدر قبل 50 قال في سالفه بكملها بكره اعطاني السالفه اعطاني السالفه لين النهايه لا ان شاء الله ان شاء الله حشاش ما في شيء مرتبط بشيء احوالهم تعبانه في اجل وتحلمت وعيت المسجد تعلمت ايش الريايين اللي بيدخلون من عصر يا ابو عبد الله اسعف ولدي نفس القصه ما تجي وش في نفس القصه قم 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 انا وجعني علي وجعني علي قال بكملها بكره وجعني نفس السالفه ذي الله الحين طبعا دخلت المسجد تشوف ولدها اي نفسها ايش لان ما اللي قاعد العصر انا متاثر لكن يا مالي عمر العصر ما لا ولدي بعدين المؤذن يوم طلع والامام والمصلي خلوني اتذكر من باقي ما قلت السالفه عشان خلاص يكملون على الشباب باقي مساعد باقي ثاني لا لا قال العشاء بعد ما قالها بس قال المغرب وصل للمغرب ووقف لا 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 قال العشاء بكره كمل العشاء بلاقي لكم العشاء انتم ما يضيق الصبر ما يضيق الصبر قلت لكم غريب قاعد العشاء اللي قلبه ما يضيق الصبر يا رب عديك يا رب انتوا الان يمكن 90 يوم يمكن ما تدري يمكن تطلع ولكن انتوا في سالفه من طيب وش ذنب اللي بيطلع ابراهيم؟ اي بيطلع يكمل هذا ناصر يقرا يبحث عنها طيب ان طلعت انت كيف نسمعها منك؟ اذا طلعت السالفه نص بعيد نفس السالفه لا طلعنا من ذا ارحب زي تشويق اسمع والله سالفه زينه اسمع ارحب يا منى الحمد لله على السلامه شوف متعب كيف يقلد الركضه اسمع سلامات وشكم؟ عشان ما حد يدري ما ادري كذا قال لي هذيك الايام والله هي ها؟ ايوه ابو نادر انت ايش بقي رحت المستشفى؟ سجلت العمل الصلاه انا اعرف اذا مو متحمس انا ما اعرف شيء اعطيكم اللي تبون ان كان مو متحمس لها والله اني متحمس الام اللي من العصر والمغرب احس انه يكمل الساعه انا اربط الاحداث ببعض احوالي تعبانه ولم ترقب ولدها يطلع هذا وجهي هذا وجهي يحزن هذا متاثر يا ولد شوف انا ذكرني بقصه يوم يقول هاي قصه بس انا قلت خليها هجزه اهم شيء بالله عندي لا ما حضرت بسهوله لا بكملها تكملها بالله عليك بس كنت باخذها هجزه اعطيت محدث قلت الحدث بكره تروي قصه حبيبي اي قصه حبيبي بس نقول اكملها بكره حمد تشويق عرفت لك يومين لك يومين يا ظالم حمد انا عرفت والله والله انا قال السالفه هناك انا وصلت الصبح قال بكم ان شاء الله ما تكتمل الجزء كم ان شاء الله ما تكتمل ذكرني الجزء الاول بس ينعاد ذكرتني يوم يقول ذكرني يوم يقول احوالهم سيئه
يعني قليلة شوي. فيه واحد نعرفه حنا أحواله سيئة جدا تحت السيئة بعد. كان هو شايب كان يسعى في كل مكان يدور رزق. والله أن جيرانه يجمعون له فلوس عشان يسددون فاتورة الكهرباء حقت بيته وأنهم يوفرون له جميع المعيشة عشان يعيش عشان بس يمشي أمور حياته ويعيش. المهم أنه معيش عياله في قحط قوي. بعد فترة قحط تقول له فلوس إيه بعد فترة توفى الشايب ظاهرة. تأثروا على عياله ومشت الأمور. بعد ربع يوم جاهم موظف من البنك موظف يطق باب بيته. طلعوا له سلام عليكم هذا بيت فلان. قالوا نعم. قال البنك الفلاني طالبكم أنتم عياله. قالوا نعم. قال البنك الفلاني طالبكم. قالوا وش السالفة. قالوا تعال نعلمكم. عياله فكروا أنه وش دينن عليه ولا شيك محرره بدون رصيد ولا مسوي له شيء مخالفنا النظام. قالوا الستر. قالوا مشينا. راحوا اثنين من عياله ادخلوا. يوم ادخلوا البنك للمدير بنفسه قايم ومدخلهم مكتبهم ومستقبلهم مدير البنك. قالوا العلم خلاص بس درينا ان العلم كبير جديد ايه في دين ان شيك محرر ولا شيء قوي نبى نروح فيها. المهم يجلسهم على الكراسي حالتهم ارتالها وثيابهم يجلسهم على الكراسي يقهويهم يقدم لهم الطيب يقدم لهم بس هم ما قد افطر ما عينوا فطوره ما ليتهم يقوم قوت يوم. الوكاد انتم عيال فلان. قالوا نعم. بطاقاتكم. ياخذ بطاقاتهم. قال طال عمركم ابوكم رصيده في البنك 50 مليون ريال. اوه لا 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 قالوا يا ولد انت تقول الصادق. قال والله العلي العظيم الرصيدة 50 مليون ريال. حنا عشنا كذا يشرحون لنا وعشنا كذا. قال أنا ما بيكم تشكون أنا أعلمكم باللي عندي. حلو. هذا وضاعكم وهذا حلالكم وهذا ورثكم قسموه بينكم عشان تعرفون أنتم وش أنتم عليه وش ما أنتم عليه. هذا كله شغلكم. والله انهم كذا فجأة انتقلوا من حالة الفقر اللي يوجع القلب لحالة غناء. والله انها تسعدك وانت ما لك دخل فيهم لانهم صدق عاشوا عيشة. بس شف في كل شيء لا تبخل بحلالك على عيالك. ابخل على ما عندي مشكلة. شوف انا البخيل اكره كره غير طبيعي. لكن اكره زود البخيل اللي يبخل على عياله وهو عنده. في ناس لا ما يستطيع. انا والله تبالك شيء مثلا بلف انا ما اقدر اجيبه وانا ابوك ما اقدر اجيبه لك. صح. هاي انا لازم انت تقدر الوضع يا الولد يا وتلقاه يتفطر كبده. نعم ايه والله انه يجلس شايل هم ويحاول. صح. يسعى جاهد انه يجيب لك الشيء هذا. لكن في ناس عنده لكن ما يقدم. صح. وفي ناس عنده لكن الشيء ما يستاهل. هذا انا اللي انا اقدره. اللي مثلا والله علبه المويه هذه بلف انا ما اقدر اشتري ما بيشتريها لان ما هي شيء يستاهل ان يشتري بلف. تدري يا بنيا ان ولده في يوم في البنك يوم ضرب رصيد ابوه سوى ذي يعرف انا ناقام. قال والله ما ابني له شيء ولا احط له شيء ولا بيحمله. صح. اللي معيش معيشتي ضنك. عارف السالفه. البخيل ما في البخيل قدو على اسمه ترعى على نفسه على عياله. صح. بعضهم مسخر له الله سبحانه مسخرها الله لعياله. ليش؟ انه يكون حارس على ذي الصرط اللي معه. حارس لين يموت بيتفرقوا. صحيح. فيه سالفة ورأيها مو بخي لكن ممكن مفرق. ولده ملتزم وريل يخاف الله وهذا فاحش الغناء. كانوا يتمشون في ليل ولده مع كشاف. عرفت الكشاف؟ أخذ يجي يجيل وليه والله أن الولد يكشف على ظهر أبوه ما يكشف قدام أبوه. قال يا ولد كشف قدامي أشوف. قال أبشر شوي له يكشف الله. يا ولد كشف قدامي أشوف. خذ المرة الثالثة أبوه يمشي كشف ظهر أبوه. قال يا ولد إيش قصتك؟ قال صل على رسول الله. شفت الكشاف ذا يا أبوي؟
هذا عملك. عملك. شوف كم كبر النوم. والله ما تا والله ما طبعا ابوه ما معه في اوجه الخير شيء. قال والله الكشاف هذا انه مثل عملك. شوفه ينير لك دربك. يا سلام. ما معك الا عملك اللي قدامك. شوفه قليل كم مدى الكشاف؟ قريب ودائره بس اللي يشوف قدامك. يقول الولد ها الوالد ذا انصدم تغيرت سك تغير مزاجه 180 درجه. يقول صحاني من الغفلة اللي أنا فيها. أصبح الآن ما شاء الله رجل فاضل وصاحب أعمال خير وصاحب مساجد كلها بهذا الولد الصالح. هذا الريال اللي يجيبوه. والله يهديك ولد صالح ويدعي له. والله أنا في واحد أخبر قصدي يحكي لها لنا واحد من الشباب يعني ما شاء الله تبارك الله. يقول لك كان يداوم في شركة الشركة ذي راتبها ما يتجاوز يمكن 2500 أو 3000 يداوم يعني كان هو تقريبا هو اللي عيلة أهله يعني ما في عائلة إلا هو الولد ممكن كان معه 6 أخوات أو 7 أخوات وأبوه متوفى ويشتغل على نفسه يروح الشركة ذي يحصل منها 2500 3000 ريال فهمت علي يطلع برا يكد شفت ذي يعني زي ما ودي اسوي اعلان كذا اي زي التكاسي ذي التطبيقات فهمت التوصيل ويشتغل يعني ربي معينه وميسر له بس ما هو ذاك يعني انت تعيل يا اخي 6 أخوات وام وبيت واجار ودنيا وسياره كل حوال ما اي يقول الشركه اللي كان يداوم فيها مقابلها مبنى شركه عالميه معروفه هنا عندنا في السعوديه من افضل الشركات العالميه في السعوديه يقول كنت أوقف السيارة حقته يقول حتى والله الباب حق السيارة أنه ما يتقفل والسويتش نفسه السويتش اللي يشغل فيه السيارة يقول أقسم بالله يمكن أي واحد لو يجي يشغله بمفتاح أنه يشتغل السيارة وتروح سكين ولا أي شيء أيوه يقول والله أني أوقفها وأطالع يقول يا رب أنك تيسر لي الوظيفة وأني أكون أحد يعني أكون حتى لو حارس أمن في المبنى هذا وفي الشركة الفلانية دي يقول قعدت يقول كانت تجلس عندنا عند شركة حقتهم اللي هم شغالين فيها كانت تقعد عندهم مرة كبيرة في العمر تعرف يعني محتاجة وذا يقول والله أني كنت أنزل شركة ما معي حق فطور يقول كنت أقسم لها من الفلوس أعطيها ريالين 3 ريال 4 ريال 5 ريال يقول أخذتها قاعدة عندي يومياً وأعطيها فهمت؟ يقول سبحان الله والله يا رجال يقول ما مرت عليه سنتين وانا على هذا الحال ماشي على نفس الرتم هذا اروح الشركه وزي كذا ادعي واعطي هذه واروح بعد سنتين جاي يوقف بالصدفه صادفه مدير المسؤول عن التوظيف اللي في الشركه الثانيه جاي وقف لفت الانتباه الولد هذا اللي موظف وسيارته كذا ويطالع شاف المنظر وهو يتصدق على ذيك يعني زي ما تقول حزت في خاطر الثاني ده المهم يقول جاء عنده يا فلان وش وضعك وش سالفتك انت يقول يسرد له القصه انا كذا وكذا وانا الوحيد اللي اقوم على اهل بيتي وزي كذا وهذا وضعي زي ما انت شايف الحمد لله الامور طيبه تعرف الواحد ترى احيانا حتى لو عنده حاجه ما يظهر ضعفه للرجال وللناس اي نعم المهم هذاك عرف هذاك فطين وعرف والله يقول خلاص ما عندك مشكله متى ينتهي عقدك قال عقدي ينتهي بقي عليه 7 شهور تقريبا تعرف الشركات لازم تنذرهم لا قبلها بشهرين او شهر وشويه تعطيهم انذار وبعدها يفكون يوم نصانه قال بتاعك والله يقول اسمع المبلغ اللي يطلبونه منك الشركه اللي انت فيها الحين احنا ندفع لك المبلغ المتبقي منها كامل وتيجي ابغاك تشتغل عندي في قسم مبيعات التوظيف عندي في الشركه هذه وبراتب 3 أضعاف الراتب اللي كان هو فيه يا ولد اول ما سمعه اي سبحان الله شوف اول ما سمعه يقول جلس على ركبه خلاص كذا فهمت ويبكي يقول انت تتكلم من جدك قال امشي شيله بيده ويروح الشركه حقهم يوريه يقول شوف من الان هذا مكتبك وهذه وضاعك وهذا العقد لكن ما بوقعك على العقد لين نروح نياك الشركه حقتك وافسخ عقدك منك ونعطيهم مبلغ كامل وابشر وفوق هذا كله شرى له سياره اخر موديل
وشرى لهم شقه هو واهله كلهم وكسوه. وين هذا اللي طاح فيه؟ وكسوه البيت. سبحان الله سبحان الله. شوف كيف ربي كيف يعني يعني بنيه النيه الحسنه كيف ربي يسخر لك يا اخي. الله سبحانه وتعالى قال كن فكان امر بين الكاف والنون. صح كن. ترى دعوه والله امي دائما تقول لي تقول قل اللهم سخر لي ملائكه السماء وجنود الارض وكل من وليته امري يا رب العالمين. وفيه الدعوه الثانيه اللي يقول اباكم تحافظون عليه. والله رأيت منها عجبة. اللهم اني اتبرأ من حولي ومن قوتي. اللهم اني اتبرأ من حولي ومن قوتي والتجئ الى حولك ولا قوتك. اللهم اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر لي هدايا. الله اكبر. حافظوا على الدعاء هذا دائم وتشوفوا. انا ذا الكبر روح لا. وين بتروح؟ هدلا. لا يا روح كنزه ما هدلا. يا فيصل. صلى على تبع الكاميرا. انتبع الكاميرات. ايش هل؟ لا لا ما يجي ما يجي. والله الذي لا اله الا هو انه لا يزلق. تبغى ناخذ الحوار حق حسين؟ يا الله. خلاص يا فيصل. لازم تمشي تحرك الدم والله مشكلة. هدلون. هي. هي. والله الجلسة. ايه. فيصل. تراني خيار. جلسة كبيرة. رجع. جلسة فيها قصص فيها بكرة أجزاء. ايه وحكم يا ربي مسلسلات مسلسلات لا 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 وفل هذول شو اسمه ايه اللي قدام يلبسون هذاك متوتر لاني زعلان لا 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 ما جبت النور نسيته صح النوم ها نرجع والله العظيم ايه ماجد 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 هذا مو ماجد شيء هذا ما يجي شيء ما شاء الله نرجع ما شاء الله تبارك الله والله ما شاء الله حلو نرجع يلا نرجع حلو نبدا لا نبدا السلام عليكم حبيبي هدنا 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 غير موضوع ناخذ الحوار ناخذ الحوار حق حسين الحوار خل الخير ناخذ الحوار جيناك جيناك تعال تعال هي هي سير 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 تعال بسرعة بسرعة بسكر بسرعة بسرعة تقويم ذي مو بذا سنة 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 بسرعة الله دفع هدلان هدلان خلص تحت 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 بس 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 هذا المتعاري بس لا يا والله يا صفقه مسكها منه منه من دب عادي ايوه تعال تعال يلا يلا بس انا بس بس ارفع ارفع يا ما رفع امسكها منه يا دحم معك انا معك عادي خليه يفك فم روح بس امسك ذي روح ما عليك خليك يلا الشحم روح خليه يفك فمه بس بس دحام خل سايس دحام هدلان اوه دقيقه دقيقه سايس خلي هذا خلي هذا بس بس خلي هذا خلي هذا بس 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 الابداع ودفع المواهب ودفع الوجيه الطيبه يا هلا ويا مرحبا الشباب هاجروا لا لا بيجوا جايين سلمنا على الشباب قبل لا ندخل كيف الحال تم اللحظات والساعه طالعه يلا حيه يا هلا سهله
الله يبقيك. كيف الحال؟ طيب شنا عنك؟ كيف صحتك؟ الله يطول عمرك، شر من داره. كيف الحال؟ الله حي، الله يسلم. يا هلا يا هلا، سهلا. ابقى وسلم، الله يحييهم. كيف الحال؟ طيبين. يلا حيهم، الله حي. والله ما ابغى اصلا ثواني. طيب كيف دقيقة؟ ايوه 59 ثانية. ما يمكن 58 57 اعد انا. عد يا سلطان. كيف الحال؟ طيب 40. يلا حي، الله يسلم هذا الوقت، الله يعافيك. يلا حيهم، يا مرحبا وسهلا. وش ذا الجلسة المرتبة؟ وش ذا الحركات يا ولد؟ ولا في كافي، ما شاء الله تبارك الله، ترى مزبطينكم. يلا حيهم، يا هلا وسهلا. ابقى وسلمه، عافيك. كيف الحال؟ طيب شن عنك؟ الله يعافيك. هلا يلا حي. كيف الحال؟ الله يسلمك. مرحبا، الله يبقيك. كيف الحال؟ زين حالك؟ الله يطول عمرك. مرحبا. هلا، كيف الحال؟ طيب شن عنك؟ كيف صحتك؟ طيب. يا هلا وسهلا، يا هلا يا هلا يا هلا. طيب نور السرور، كيف الحال؟ شن عنك؟ طيب خير يا باشا. هلا هلا هلا، كيف الحال؟ الله يبقيك. كيف الحال؟ طيبين. شن عنك؟ الله يعافيك. رحب بالصيني، وش تقول؟ ني خواوا طاجي خاو. الله يبقيك، سلم ذلك. كيف الحال؟ الله يعافيك. هذا دحا، كيف الحال؟ توكم تعشي؟ علومك. لا والله الحصان من الغسل. ما بخاف. الله يعافيك. كيف الحال؟ شن عنك؟ شن عنك؟ مرحبا. كيف صحة؟ الله يطول، الله يطول عمرك. الله يسلم. يا هلا وسهلا، مرحبا مرحبا. كيف الحال؟ الله يبقيك، الله يسلم هذا الوجه، الله يطول عمرك، الله يعافيك. يطول عمرك. كيف الحال؟ طيب يلا حي، يلا حي. علومك، مسك بخير. كيف الحال؟ طيب طيب. وش حالك؟ شن عنك؟ ان شاء الله انك طيب. اليوم طيب الحمد لله. امس طيب؟ اي كلها طيب. ان شاء الله انها طيب باذن الله. يلا حي. كيف الحال؟ طيب شن عنك؟ كيف صحتك؟ طيب دونا حسنا، الله يبقيك. كيف الحال؟ طيبين. الله يسلم هذا الوجه، الله يعافيك. هذا بخير، الله يحييك. كيف الحال؟ شن عنك؟ يلا حي. هلا الدكتور، كيف الحال؟ مرحبا ومسهلا. طيب ممتاز جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا وين؟ هنا، هذه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان وفي أي زمان، في الحلقة الثانية من مؤتمر الجمهور، الحلقة الخفيفة اللطيفة وحلقة الوصل ما بينكم جمهورنا الغالي وبين أخواننا المتسابقين الغاليين بعد. في اليوم 20 أتوقع أن شفنا فيه يعني فعاليات وإبداع أكثر، وكل يوم عن يوم نشوف فعاليات أكثر من الشباب، ومتأملين إن شاء الله أن الأيام والقادم أجمل. الله يحييكم، يا هلا وسهلا، يا مرحبا. البشارة يا أخوان أن كل حلقة نحاول نجيكم أنه يكون في شيء يعني مغري أكثر، أن الواحد أنه يؤدي. يا حبيبي الله يرضى عليك، أنه يؤدي ويبدع أكثر في الأسبوع. فلذلك اللي يجيه لون أخضر له 300 نقطة أو 300 ريال رصيدي عفوا، والبرتقالي له كم؟ 200. كذا الأمور طيبة، عشان كذا نبدأ علشان الوقت لا يداهمنا وتستاهلون كل خير. عطونا المتسابق الأول. طيب قبل تبغون تغريدات عامة بشكل عام عشان تشوفون، أنتم معكم جوالات ولا؟ لا والله صدق الصدق معلم. مع معك يا أتوقع ها. النسخة الوحيدة إيه؟ اللي ما حد منا معها جوال. الوحيدة؟ نعم. إيه النسخة الوحيدة اللي ما حد معها جوال. طيب وسلطان أول مرة طلع يعني دقيقة جوالين. هي مرة واحدة بس. بس مرة واحدة. جوال فهد معيان وناصر حربي صح نسيوه. لا لا ناصر حربي لا. جوال فهد معيان كله. جوال فهد. يحط جواله هنا بينكم. ممكن ممكن يسويها فهد. والله يسويها، والله يسويها. النابغة فهد. خلونا بناخذ تغريدات جماعية بحيث انكم تشوفون الجمهور وش قاعد يقول عنكم في او خلف الشاشات. جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعطونا التغريدة الاولى. بسم الله. يقول
يا متسابقين للتنويه، البرنامج ما بينجح إلا على تعاونكم، وإن كل فرد حرص على نجاح غيره قبله هو. النجاح ما كان في يوم حكراً على أحد، وأسباب التميز والإبداع ما كانوا لحظات خاصة بشخص دون غيره. تذكروا مقولة غازي القصيبي الله يرحمه: آمنت بأن القمة تتسع للجميع فلم أحسد أحداً. التغريدة الثانية: لجميع المتسابقين، برامج الواقع وسيلة تختصر لك سنوات كثيرة في إبراز ذاتك، فحاولوا تبرزون ذواتكم زي ما تتمنون، لا يشغلكم التركيز السلبي بالظروف اللي حولكم، واسعوا توظفونها لصالحكم بعد البث، تناقشوا تناصحوا عززوا البعض، واللي ما قدموه عليكم بتكاتفكم تكونوا أنتم صناع النجاح لأنفسكم. يا سلام. التغريدة الثالثة: للمتسابقين، ابذلوا قصارى جهدكم للنجاح وقدموا كل ما لديكم لتكون نسخة استثنائية وفارقة، متوجهة بأسمائكم ونجاحكم. اهتموا لترك الأثر المفيد، وشاركوا بعض بالتفاعل والرياليتي، وتأكدوا أن نجاح شخص واحد منكم من نجاح البرنامج. حضورك جميل وفارق من بداية البرنامج. تأكدوا أن كلنا معكم والكل يراهن على النسخة، ونتمنى المزيد من الإبداع وفالكم التوفيق. اليوم 20 تقريبا، الأمور معكم إلى الحين طيبة؟ كل شيء الحمد لله، اللهم لك الحمد. وكل شيء في السمبتيك؟ اللهم لك الحمد. يعني أمس نقول هذا أول يوم أو قبل الحلم، اليوم 20، الحلقة الجاية يعني الأيام تراها تمشي زي السبح، يعني يدوب تبدا لو انت واصل في النهايه. ف يعني حاول قد ما تقدر انك تصنع لك ذكريات جميله، ولا تحسف بعد ما تطلع البرنامج وتقول يا ليتني سويت اللي قلت، يا ليتني سويت، يا ليتني دشنت، يا ليتني كتبت القصيده هذه. يعني حاول بالعوام اللي موجوده في القريه انك تصنع الابداع وتكون اسم فارق في هذه النسخه الفارقه باذن الله. طيب نبدا مع اول متسابق، فيصل عويد. سم هنا، شرفنا طال عمرك. زي ما تعودنا الحلقة الماضية عندك أحمر وأصفر وأخضر، تتوقع أنك أديت الأسبوع هذا وكان أدائك طيب، أمورك طيبة؟ والله إن شاء الله أداء طيب، يعني مواري مؤشر الأسبوع هذا إن شاء الله، مواري أخضر إن شاء الله، وإذا كان أحمر هذا يعطيك يعني تنبيه وانك انجح، حاول تسوي افضل. ممتاز، انا عجبتني المقدمه البنجيه هذه وتسليم امرك للامر الواقع، وان شاء الله ان نشوف المؤشر اللي يسرك باذن الله. اعطونا مؤشر فيصل. طيب بسم الله فيصل الاسبوع الماضي احمر. قدم قصص. لا خلنا نشوف المؤشر، استرها يا رب. طلع. أنت متوتر؟ لا أبداً. أبداً. بالعكس. نسبة التوتر 0%. 300 ريال رصيد يا فيصل. الحمد لله. وتغريدتين ومقطع، ترى مغرية. أكيد مغرية، لكن مو معناته اللي يجيب أحمر إنه فاشل، لكن يدعمك للنجاح. يا سلام. بسم الله الرحمن. إحنا ما نسمع صوت الجمهور، عشان كذا نشوف هذا المتنفس. إيه هذا هو يوجهك، يعني رأي الجمهور عنك. ممتاز. يا سلام، حلو 40 عليك يا فيصل. كنت صفر زاد، كنت صفر الحين زاد 40. يا سلام. طيب اعطونا المؤشر حق فيصل عشان نشوف فيصل يحتاج يركز على وش في الحلقات او الاسبوع الجاي علشان يعني يبدع اكثر. طيب التفاعل يا فيصل مكتوب هنا ضعيف، الحضور غير متواجد، الانضباط اقل من المأمول. والله انا معهم بالتفاعل، ايه ممكن يكون يعني، لكن الحضور اعتقد اني احضر يعني كل الفقرات. ممتاز. والانضباط ما اعتقد انه ما هو اقل من المأمول. لا اتوقع انه انا من اكثر الاشخاص الموجودين انضباط يعني. ممتاز. لكن اكيد انا متاكد انهم ما ظلموني، هم لهم اراء ولهم تقييمهم، انا
في النهاية أنا هنا تحت التقييم، تحت التقييم ممتاز. هو الرأي للجمهور 50% عشان تكون في الصورة، والإدارة لها 50%، ولكن هذا المؤشر لا يعني عدم تواجد فيصل في الأسبوع الماضي، ولكن هذا المؤشر حافز الفيصل أن نشوفك تبدأ الأسبوع الجاي. الله يوفقك. وفق تركي بن مشبب. صح يا تركي، يا رب مشبب. مواري المؤشر، والله أنا وعدتك أني أرفع الأسبوع اللي راح. نشوف الوعد الأسبوع هذا إن شاء الله. نقول إن شاء الله. أنت وش كنت الأسبوع الماضي؟ برتقالي. جاء تغريدة أصفر. أصفر. طيب أعطونا مؤشر أبو مشبب ويقول أنه وعدنا الأسبوع الماضي. أنا ما نخلف بس. لا إن شاء الله أنك قد الوعد بإذن الله. وإن غير ذلك ف أوعدك الأسبوع الجاي. أي نبغى وعد ثاني. طيب أعطونا المؤشر. بسم الله الرحمن. أبو مشبب مؤشرك يقول ممتاز. ممتاز. شوف إلى الحين 200 ريال. والشيء الثاني ناخذ تغريدة أبو مشبب بعدين نرجع لك. عطى التغريدة. أي أعطونا المؤشر حق أبو مشبب. التفاعل جيد، الحضور متواجد نوعا ما، الانضباط ملتزم نوعا ما. نفس نفس الأسبوع الماضي. نفس بالضبط. طيب أبغى لك تك بس شوف ها ترى 70 على بداية ال 80. أي لا إن شاء الله تروح لل 100. تك تك أبو مشبب. أبشر بالسعادة. تسلم أنت السعد. أعطونا التغريدة. و200 ريال يا أبو مشبب تستاهل. ألف مبروك لتركي بن مشبب، تفاعلك وحضورك مميز جدا، فخورين فيك وفي عطائك وطاقتك في البرنامج، سعيدين بفقرتك الأفضل، استمر على نفس الرتم وأقوى وفالك المركز الأول. الله يوفقك. موفق يا حبيبي. الله يسعد هذا الوجه. معلومية يا شباب، ترى النقاط اللي تأخذونها الحين 300 وال200 تراها داخلة معكم في النومينيه، يعني بعد شوي ممكن تكون ها على شفا حفرة تحتاج ها 150 نقطة 150 نقطة، هذه ممكن انها تفزع لك. تمام. طيب عجيب، البرايم الماضي يقولون الفرق بين السابع والثامن 10 نقاط بس، بس بس 10 مستوعبين النقاط بس 10، فيعني ال 300 وال 200 هذه ان شاء الله راح تكون يعني فارقه معكم ان شاء الله، وفالكم التوفيق باذن الله. ونقول علي العمري يا هلا. الله يسلمك يا ابو زيد. الله يبقيك. مواري المؤشر. ها مواري المؤشر. الله شوف المره الاولى مره الاولى اخضر. اي والمره هذه نقول ان شاء الله كف 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 كف. طيب دامنا واقفين مع عز خلاص ما له حل حبيبي. مساعد الذهب طبعا الطقم ماخذه من دوله طلع ممتاز. اي هي هو بدينا في السرقه بديتوا تفكون الدول. اي نعم حبيبي. طيب اعطونا المؤشر. بسم الله الرحمن. علي الأسبوع الماضي أخضر، هل الأسبوع هذا يكون أخضر برتقالي أو أحمر؟ ما ندري. ونقول يا ثبت السرعة، نزيد شوي، ثبت السرعة. التفاعل ممتاز، الحضور متواجد، الانضباط ملتزم، يعني أمورك سليم في السنبتيك. 300 ريال رصيدي حلال. طيب. زلال عليك. طيبة. والتغريدة الأولى تقول يا علي بسم الله. التغريدة الأولى لعلي العمري تقول زد رصيده. أنت تتوقع أي التغريدة هذه؟ عرفت من صاحب نعم. الحساب؟ نعم. عرفت؟ أختي أروى مفرح العمري. أمسي عليها بالخير. الله يخليكم البعض. آمين. إن شاء الله. آمين. يقول تقول إلى العضيد والسند بعد الله سبحانه إلى مقدم نيوم علي بن مفرح، بداية فالحب لك فاق كل موصوف ومعروف، ومشاعر شوقنا لك رغم أنك لا زلت في بداية مشوارك لا تعربها لا جمل ولا حروف. ثانيا حاول قد ما تقدر تطلع على البث، لأن هو الشيء اللي نقدر نشوفك فيه ونطمن عليك ولا تغيب عنا. يا سلام. شيء بس سلام. طيب حبيبي يا عزيز. رسالتك أو ردك طال عمرك. والله سبق إني قلته طبعا.
اروى اختي هي اللي ماسكه حساب فريق الدعم واحد المشرفين على الحساب رفاقه علي ما شاء الله وهي تعتبر جزء كبير ورا نجاح ورا نجاحات علي في حياته كامله الله يخليك بعد اوصل لها سلامي وشكري وعرفاني والكلام والله انه ما يوفيها قدرها ولا حقها صراحه يا سلام يا سلام يا سلام التغريده الثانيه علي العمري شخص مليان متجدد ما شاء الله تبارك الله اذا حضر على البث مستحيل يكون مجرد زياده عدد لازم يضع له بصمه جميله في كل جلسه او مبادره يكون متواجد فيها نتمنى انك تستمر على هذا الرتم واكثر وباذن الله فالك احد المراكز الاولى باذن الله بالتوفيق باذن الله الله يوفقك حبيبي الله يستر ما في مقطع انا يعجبني سرعه البديهه والانتظار يا حبيبي اللي يعرف الفقره كمان يا ابو يا سلام عليك حبيبي اعطونا مقطع علي لا لا مالك تبقت ذكريات لنا شموعا تنير الدرب ان ضاع الدليل حائط الذكرى هنا سنخلد به ذكرانا في القرية الرصيدية أما جميعنا فلنا مع الذكريات صولات وجولات وأولكم بها أنا علي العمري للذكرى معي ذكريات لا تنسى لن أحدثكم عنها الآن بل سأرويها لكم أنتم والجميع طيلة البرنامج بإذن الله فالذكرى أسلوب حياة لا مفر منها ليس لها عنوان ولا توقيت تكون معك دائما بلا تحديد منك على جدار الذكريات جينا نعيد الذكريات جينا نعيد الذكريات على جدار الذكريات الله يا ضحكاتنا والله يا دمعاتنا كنا ندور بهالمكان أخوان وأكثر من خوان ونحس بإحساس الأمان على دعاء الأمهات على دعاء الأمهات تعال ونشيل الغلاء ونبدأ بداية من إلى ونطير الفرحة على ونلتم من عقب الشتات ونلتم وتبقى الذكريات استاهل الله يوفقك ان شاء الله تحتاج ابداع اكثر عشان تشوف ابداع وتصميم اكثر الله يوفقك استاهل المتسابق الثالث متعب يا متعب متعب بن ثاي تربي متعب اللي متعبنا ان شاء الله بابداعه ان شاء الله من بعدك والله يا الله يطول عمرك المواري الاسبوع ذا ان شاء الله طيبه الاسبوع الماضي كانت هبل والاسبوع ذا ان شاء الله فوق كفي وين مواري المؤشر والله ان الحقوا ان شاء الله نقول طالع بالمؤشر كذا تشوف المواري ما ادري لكن احنا نقول ان شاء الله انها في الاخبار الانضباط والحضور كل ان شاء الله كل زين الاسبوع ذا كف والله يوفقك ومن يقول يا ابو سعيد اعطونا المؤشر لمتعب ونقول بسم الله الرحمن يا ترى هو عيه يتحرك علام لا الحين يعني يقول ما بطسين الا من كبره اي الله كريم هذا العداد يتحرك الحين ونشوف يا متعب ما ادري ايش العلم، العلم شكله قوي. طيب خلينا نشوف الـ 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 الشاشه ونشوف المؤشر. يقولون التفاعل ضعيف، الحضور غير متواجد، الانضباط اقل من المأمول. اوف يا ذا العلم. انت موجود يا متعب. الحضور حاضر بس طمعانين في ابداعك زياده. والله هالعالم يبغون منك الواجد، انت عندك اشياء واجد. ان شاء الله باذن الواحد الاحد. مره. مره. ما اقف على المسرح ذا ان شاء الله يطق ال 200 كفو الله يوفقك الله يوفقك طيب سلطان سلطان الله يوفقك الاسبوع الماضي ايش الوضع معك؟ الحمد لله اخضر الاسبوع بس ما خلتوني اشوف المقطع ما في مقطع ها عشان إيه. الحقوق اي نعم ان شاء الله المره هذه ان شاء الله نعوضك اذا المؤشر اخضر اخضر الله يسر حق وقتك الاسبوع هذا العداد وين؟ ان شاء الله اخضر باذن الله
باذن الله. التفاعل والحضور وامورك طيبه ان شاء الله الحمد طيب. لله بسم الله الرحمن الله ييسر بسم الله. اعطونا العداد ونقول للاسف الحمد لله. الف مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله تستاهل. لو نزلنا شوي ولدنا تستاهل. اعطونا المؤشر. الحمد لله. اعطونا المؤشر. طيب التفاعل ممتاز، الحضور متواجد، الانضباط ملتزم، ما شاء الله تبارك الله، حافظ على هذه الوزنية. خلاص خلصنا من المؤشر. 300 ريال رصيدية حلال زلال عليك يا سلطان. واعطونا التغريدة الأولى للسلطان. طيب التغريدة الأولى تقول ولا تبغى المقطع قبل؟ جهزونا المقطع أهم شيء حق سلطان. طيب يقول للمبدع سلطان الصباح صاحب الحضور الفارق ممتنين لوجودك وابداعك طيلة الايام، كل شيء تمام بس هالاسبوع خصمنا كله فواصل، نبيك تنتبه من هالناحيه والصلاه تدبل خصمها، يا ليت تكون اول حاضرين وتاكد اننا اول الداعمين لك بكل خطوه باذن الله فالك التوفيق في الايام المقبله. الحمد لله. ابشر بسعادكم ان شاء الله. ابشر بسعادكم. طيب التغريده الثانيه الخصم ترى تدبل من ابو سلطان عندك علم. اي قال لهم. ممتاز. طيب سلطان الصباح كنت ولا زلت نجم، شخصية مميزة، حضورك دائما ملفت، شخصية لطيفة جدا مع الجميع، شكرا لك من أعماق القلب على تواجدك الدائم وعلى إبداعك المستمر، ونتمنى منك المزيد. انتبه من الفواصل، ما نبي تدخل البرايم وفالك التوفيق. أبشر أبشر. شو مشكلتك مع الفواصل؟ والله ما أدري صدق. ترى أنا شوي أفلت. شلون ما تدري؟ شلون ما تدري؟ الله حق بعض الأحيان الإنسان نسال ويقول كلمة بعض الأحيان تنزل 20 يوم أمداك تنسى أنك هوا يلا بعد كم 51 يوم يقول لا قدك لايف بخلك خايف خايف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم عطنا المقطع يا إيش مشكلتك مع الحقوق؟ حقوق فيه؟ إيه لا يا شيخ يعني أنت هنا بفواصل وبرا حقوق الحين في حقوق؟ لا 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 ما في حقوق بغيت تكسرون يا شيخ بغيت أكون بدون مقطع لا لا عطنا المقطع بسم الله. نجم أبدع وتألق في سماء الإبداع والتميز، كنت ولا زلت مختلفا في حضورك، حضور لطيف ومختلف بأسلوب رفيع، وضعت بصمة في قلب الصغير قبل الكبير، استمر في إبداعك في تألقك وفي طلتك المبهجة. سلطان إذا ذكر اسمك يذكر معه لا زال للمجد بقية، نحن فخورون فيك وفي كل شيء قدمته، فالك التوفيق دائما والإبداع والتميز يا المتميز دائما. سلام. الله يلهيك. الله يلهيك. شكر للي صمموا هذا الإبداع وانت تستاهل سلطان. تستاهل طيب يا حبيبي. كلمة توعد بها الناس اللي ينتظرون سلطان خلف الشاشة. بس قبل أوعد شكرا لكل من دعم سلطان. و يعني رسائلكم تصلني يعني احساسي احساسكم واصلني ترى اي والله بس نعم اي بس لا احساس لا لا احساس الحمد لله الله يجزاكم خير يرحم والديكم ما احب اوعد ولكن باذن الله ان القادم اجمل واجمل مما فات كف الله لا يهين قولوا فعل سلطان الله لا يهين الله يوفقك ان شاء الله الله يجزاك طيب اصبر اصبر ممكن ما هكذا ترد ها 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 تعال تعال ماش ماش انا اشوف ما هي موجوده الحرب بس ما في روح ما اعطوك روح الشباب ما سمعت انا صح بسم الله الرحمن الرحيم وشو بس عطهم بشويش طيب بشويش يلا 3-2-1 لا 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 ما انا اشوف انها ما ظهرت بالشكل ما يعني هو في باله افضل يا عيال ها اي بس اسمع انت لا تقفلها بدري اعطهم مجال شوي اي يلا بسم الله 3-2-1 يلا يلا باقي ما بدا ما بدا ما بديت انا بسم الله يلا بشويش سي 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 يا سلام عشت عشت يلا وجهك وجهك يا انا شفتها قبل شوي اي تعال يا ماجد تعال تعال يا ماجد تعال يا هلا يا هلا يا هلا مواري العداد الاسبوع ذا مواري العداد والله اني انا ما عاد اصرح ها
ها بالنسبة راح قلت أخضر وجاني أصفر. والمرة هذه أبس سلام. أنت تصرح عكس الخم العداد. أبا أصفر. تبغى أصفر؟ طيب أعطونا عداد ماجد نشوف. بسم الله. يقول ماجد أنه دائما لا قال شيء العداد مشخصنها معها. مشكلة يجي أصفر يجي أحمر هالحين. خلنا نشوف الأسبوع هذا و... أنت إيش قلت؟ أصفر أصفر جاك على يا مهنا. الله نودي يا على ما تمكن. ليش ما قلت أخضر؟ طيب ما يبدأ مع لك ما أبدأ مع كيف نعلك. طيب أول شيء 200 نقطة تستاهلها يا ماجد. طول عمرك. شيء ثاني هذا المؤشر عشان تعرف نقاط القوة عندك يا ماجد وتأكد عليها. ويقول لك التفاعل جيد، الحضور متواجد نوعا ما، الانضباط ملتزم نوعا نوعا ما. ما ممتاز. يعني وش تركز فيه؟ التفاعل فيها كلها يا ماجد. والله كلها صدق. ايه والله انك صادق. هي نبغى ابداعك فيها كلها. ان الله يسلمني من البرايم. ايه الوعد الاسبوع الجاي كف اخضر كف خذ العلم كف. الله يوفقك ان شاء الله. طيب تعال تعال تغريده. اي والله نسيتها. اعطونا تغريده ماجد. لماجد بن نادر ابدعت وتميز، تفرت بكل ما تعني الكلمه واثبت نفسك، ولكن رسالتي لك اخرج طاقه ماجد اللي موجوده داخلك، لان الحين باقي عندك يا ماجد شيء كثير تقدمه. لا تهتم للنقد مهما كان حدته، لا تفكر باللي برا، خل تركيزك كله بالقريه، اهلك كلهم خير ومستمتعين بشوفتك على الشاشه. الله يوفقك. الله الله يطول عمرك. اقول مايك لك. السير ما يبطي الا كبره. كفو بعد قدام كف. لكن بي طلب واحد اذا ممكن. امر. انا سمعت شيء تغنيها اللي هي لا عاد تومي بشرف الهجر. بس شف اذا كان في تفاعل. يلا تفاعل يا عيال. عاي بقول بس اذا ما في تفاعل وحس. يلا يلا لا انت تغني انا ما بغني. اي بس لازم تفاعل. يلا ربع تفاعلكم. يلا نجرب. يلا 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 عطنا السبيكر. بسم الله. الله لعاد تومي بشرف الهجر قدامي. لعاد تومي بشرف الهجر قدامي. طعم بها زينة ولا فكري منها. طعم بها زينة ولا فكري منها. أحلى أيام ما قصرت تضرب على الحامي. الأيام ما قصرت تضرب على الحامي. والناس من تعلي تشكك معادنها. الناس من تعلي تشكك معادنها. سلامتك يا هل يا هل يا هل. إذا الله وجيهكم. وين دكتورنا؟ تفضل طال عمرك. شلونك؟ خص علاج طبيعي. الله الله. الأبهر له علاج؟ له علاج، لو ما يصير له علاج يصير له علاج. الله يطول عمرك. نحتاجه. أبشر. طيب مواري التفاعل الأسبوع هذا ومواري العداد اللي والله نقول إن شاء الله إن شاء الله الدنيا خضراء بإذن الله. خضراء مربعة الدنيا. بسم الله الرحمن. نشوف العداد ونقول استرها يا رب. حاتم يقول إن شاء الله أمورها الأسبوع الماضية طيبة من ناحية التفاعل ومن ناحية الأداء ومن ناحية الإبداع. يا سلام يا سلام يا سلام. 300 ريال حلال زلال عليك. الشيء الثاني المؤشر لحاتم التفاعل ممتاز، الحضور متواجد، الانضباط ملتزم ما شاء الله تبارك الله. خلك على هذه الوزنية. لا نبي المية بعد. بعد كاف زيادة الخير خيرين. طيب عطنا التغريدة الأولى لحاتم. لحاتم الفريدي صاحب المهنة السامية والإعلامي القادم إلى الساحة وبقوة. وجودك على الشاشة متألق ومختلف، تعاونك وتفاعلك مع أخوانك المتسابقين واضح، سوالفك فيها من الحكم ومثرية جدا، أثبت حضورك مرارا وتكرارا. استمر على ما أنت عليه فالطريق فطريق النجومية والنجاح قريبين منك جدا. الحمد لله. استاهل. التغريدة الثانية للدكتور حاتم الفريدي، مبدع جدا، حابين نشكرك على كل ما سويته، أبدعت تألقت الأسبوع، أبهرتنا، حافظ على نقاطك، نتمنى تبقى على هالانضباط. نبغى نشوف فقرة عن العلاج الطبيعي. تأكد انك كسبت وتاكد انك كسبت محبه الناس الصغير والكبير، وتاكد انك جمهور خلفك احتزم فينا.
واحنا معك فالك التوفيق يا نجم. الله يسلمك. استاهل. شوف المقطع. مقطع حاتم بسم الله. هذه بالنظر. عشان بيدر ضغط. نبدا الطبخ يا ابو. بسم الله نكلم اسماء. نكلم. بصرك بس ترى بتحسن. بتحسب على اللي سويناه. هذا اللي بتحسب عليه بس. كنت بتحسب ابى اتحسب على اللي سويته. يعني اسماء معنا دقيقتين. قولي انتم غلط بس قولي رجعوا بكذا كذا كذا. على طول. هلا بشري. الحين انت حطيت البشاميل على المكرونه. حطينا ايش؟ ما تترجع، هذه ما تترجع. ها؟ هاي شارته. والله ما تترجع. البشاميل على المكرونه هذه ما تترجع. طيب طيب الحين انت حطيت الحليب. الحليب احطه الحين. اسمع، حط في الضغط، حط في الضغط، حط كريمه، حط كريمه في الضغط. وين كريمه؟ المكرونه حط كريمه. احط كريمه وبعده احط الحليب اصبه. حط شوي الحين. هذه كريمه. ها اصبر. طيب. طيب لين المكرونه تستوي. طيب. اخر وصفه سرعه سرعه الوقت سرعه. يلا في جبن. الجبن ايش فيه؟ جبن. الجبن حشو. ما جبهات الجبن اخر شيء فوق. طيب هذا تحمير الحال. هو الجزر والخيار. هذا حطه. هذا فلفل اسود حطه. يا الروبيان مع الخضار حشوه. الروبيان وين الروبيان؟ تقول الروبيان مع الخضار حشوه. بعدين الو الو. ايوه. وش احط ثاني؟ ايوه دعوات اسنا. ايوه دعوات اسنا من التوقيت. ايوه صح. الطحين الطحين الطحين. وش اسوي في الدقيق؟ لا راسي 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 الدقيق. صب 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 صب. جات واحده مشات الطحين. استري حبيبي هنا. يا حبيبي يا حبيبي. اي والله اجيت. شفت اخر عباره وشي وين على الطوار يوديني حد كلام منها يا الرابع. مستر تدري فزت بالطبخه؟ شلون فزت؟ هذه فزت فيها. بعد هذه فزت. في غش واضح. في غش. الطعم كان كويس. الشكل والرائحه لا بس الطعم. وين اقرب مكون تشوفه تحطه؟ هذه طحين. طحين وشبيبه. سوي خبزه ضبط ضبط. من اكل بس بس يا اخوان ترى هذه سر المهنه. ممكن اي يعني اختراع. الاختراع اصلا انك تجيب شيء ما هو موجود. انا اختراع الطبخه. طبخة مكرونة بشاميل مع الطحين. باسم نا واسم يعني الشباب اللي كلوا ذاك اليوم. والله ما اضمن لك انه ما جاهم مغص. لكن نشكرك ان شاء الله. الله والقادم ان شاء الله. الله مليء بالحفلات والمفاجات. الله, الله, الله يوفقك. الله 300 ريال رصيدية تستاهلها. يسلم. شرفنا طال عمرك. شوف بدلة ومعك سبحة واضح عندك قصيدة. سلام مرحبا. في قصيدة؟ لا والله ما في قصيدة. لا سبحة على بدلة. والله ودي اكتب في قصيدة. الله يطلع. ولكن خليني اشوف الامبير ومع الخشب. وطيب اذا اثر الامبير والعداد على نفسية مساعد ما بيعطيني لا القصيدة. بالعكس يعني اذا جاء اخضر قول لا 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 انا بختصر لك الموضوع. حجاء انا بختصر لك الموضوع كام. انا لو اكتب فيك قصايد منا لبكره بيجف قلمي ما مدحتك ولا وفيتك حقك. فتحت كيف خرج نفسي تويتر يوم العشرين. اقر اقر التغريدات. لا 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 مدعني بالتغريدات. يا حبيبي يوم سعد. الاسبوع الماضي انت كان امورك توب ان شاء الله. طيب افضل المواري الاسبوع هذا ان شاء الله انها زي الاول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مساعد يقول ان شاء الله انها زي الاول. شغلنا العداد بسم الله الرحمن الرحيم. وعطنا صور كذا زبطنا مصورنا العظيم احمد الحاصل. ونعم يا احمد انا متوتر يا احمد. يا ساتر. اللهم بارك على استاذ. اللهم بارك على عطنا المؤشر عشان يشوف مساعد. ما شاء الله التفاعل ممتاز. الحضور متواجد. الانضباط ملتزم. خالك على الوزنيه ذي طال عمرك امورك بس سنبتي باذن الواحد. عطنا التغريده الاولى. طيب ساطي التغريده الاولى للمساعد الزاهب. شخصيه متزنه وتميز بعفويته وروحه الحلوه. اثبت نفسه بالبرنامج له ثقله ومن الاشخاص المحبب ظهورهم على الشاشه. أمتعنا طيلة الأيام اللي راحت. حاول ما تغيب عن البث كثير وحافظ على هذا الرتم وفالك الأول. بإذن الله. تغريدة ثانية بإذن الله. ساهل ساهل الطيب نفتح خشمك.
مساعد آل زاهب شخصية أثبت نفسه من بداية البرنامج ووضع له بصمة قوية عفوية خفيف ظل ووجوده فارق جدا، نطمع بالمزيد منه ومن باقي المتسابقين بإذن الواحد لحد بإذن الله. توعدهم شيء؟ ليكون في حقوق زي الأسبوع اللي راح. ممكن عليك حق طال عمرك نفرين حاشي. لا 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 انت يعني مقطع لا عطنا لا لا اقول باذن الواحد لحد اني الى الامام الاخضر ان شاء الله نشوفونه لين يوم 90 يوم 90 باذن الواحد باذن الله يحجبني انا باذن الواحد لحد نرفع روس الشيباني والرجال اللي ورا. كف كف الله يوفقك يا مساعد ونشوف المقطع ونرجع لكم. يا جميل الروح يا صاحب القلب السليم بالله لا تحزن ترى الحزن نار موقده كيف تحزن وانت مؤمن على نهج القويم نشكر الله عزنا بالكتاب ونحمده ابشر ان فيك الفضل رحمن الرحيم ما رضي باحكام ربه ترى الله يسعده صل فرضك وارض ربك ترى ربك كريم يجيك بموعده والتفاؤل والأمل بارق في وجه غيم وابن حنبل جاء حديث الفرج في مسنده يا جميل الروح يا صاحب القلب السليم بالله لا تحزن ترى الحزن نار موقده. استاهل الله لا يهينكم. ابدع اكثر وازهل التصاميم ازهلها كلمه مرة. كلمه بس لقرب الدعم كلمه بس كلمة. بيض الله وجيهكم يا قرب الدعم والله لا يهينكم وبتشوفون مساعد من افضل الى افضل. كفو الله يوفقك الله لا يهينك لو دخلتم بيض الله وجهك هلا يا هلا يا استاهل ناصر شرفنا طال عمرك سافرت اليوم ما لحقت ولا اخضر اخضر حتى أخضر. بدون صوت بس انه واضح نبرة الصوت فيها اي راح الصوت عشان اجيب الاخضر ترى يلا بسم الله الله يطول عمرك. العداد يقول ناصر شاد حيل الاسبوع الماضي والصوت افلح من الحماس والتفاعل. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نبدا ونقول ده اصفر زين الاصفر ذي الايام الصوت ما قد راح كامل ايه ولا لو انه مره كان اخضر كان اخضر انت صدقت تغريده و200 نعمه نعمه. طيب اعطنا التغريده قبلها المؤشر عفوا. طيب تفاعلك جيد الحضور متواجد نوعا ما الانضباط ملتزم نوعا ما يعني تدري وين تركز على إيش؟ على ايش تعال من هنا تعال يعني ما تشوف شيء ما اشوفه كلها الثلاثة ركز الله يرحم والديك عشان الأخضر تكفى أبشر بس سعد الأسبوع الجاي بإذن الله هي هي مية نقطة فارقة ومقطع و يعطيك العافية حبيبي الله يعافيك ما قصرت ما هي التغريدة تمبرشمنت لا كنت أبغى أكتبه ها هذا مش مكتوب خلاص تكفى استرنا الله يستر. طيب عطنا التغريدة ناصر نقول لنجم الشاشة الأول ناصر القماش استمر يا بطل وفالك النجاح وجودك على الشاشة شيء يسعد القلب جدا جدا واتمنى نشوفك المركز الأول بإذن الله الله يكتب لي بالخير والصالح على راسي يا شباب. دحام ها شلونك طال عمرك؟ شلنا عنك؟ خير الله كيف صحتك؟ زود نعمة من الله. صوتك نحتاجه كثير علشان الأعمال طال عمرك والحقوق والتصاميم والإبداعات. طول عمرك كل لك. الله يطول عمرك، موالي العداد الأسبوع هذا دحم. الله يجابه سلطان الله يطول عمره لخبط عداداتي هنا. هذا إن شاء الله أنه يزيد. خلطها دلو ما دلو طين. لا. لكن إن شاء الله أنها زينة. إن شاء الله موالي زينة ونقول بسم الله الرحمن. شوف عداد دحام للأسبوع الماضي ونقول تعال هنا دحام قايل لك قايل لك ايش يقول يا دحام يقول العوض ولا القطيع ولا القطيع خلونا نشوف المؤشر الخاص في دحام ليش هو خذا أصفر أعطونا المؤشر. طيب التفاعل جيد الحضور متواجد نوعا ما الانضباط ملتزم نوعا ما
نبغى منك يا واجد، نبغى منك واجد يا دحام. يا واجد دحام ابشر. ايوه عاد انت رتبها رستك. تدري ليه هي جت زي كذا؟ عشان الصوره. اي صوره؟ الصوره دي لو تتغير الصوره. بس حلوه الصوره. الامور في الشحن. حلوه الصوره. طيب الله يحلي ايامك. حاليك الله. عيونك الحلوه. وقابلك الله يا دحام. الله يطول عمرك. التغريده تقول تعال. باقي ما تبي تغريدة؟ لا نبي. ولا معك جوال؟ لا والله ما معي. مرة. يرحم والديك وكنا. طيب لدحام وضحيك الرقم الأول والصعب والبداية لكل نجاح الجميع شاهد ومتفق أن زد رصيدك مع دحام غير إضافة قوية والمتسابق الوحيد في برامج الواقع كافة لن ينسى على أذهان الجماهير والقناة بتاتا. ما تحتاج وصاه لأنك الثمرة المتواجد بكل جهد وإنجاز وتحقيق. نجاح فالك التوفيق والخير كله دح. الله يعافيهم. الله يوفقهم ولا يهينهم. والله وقفتهم ومجهودهم انهم يبذلون مجهود اعلى من مجهودي. وانا كنت ناوي اطلع هنا واقول لك وش تحداني فيها الاسبوع الجاي، تبيها اخضر ولا اصفر ولا احمر، وبجيبها باذن الله في وقفتهم. اخضر. الصعب اخضر. تدري ايش الصعب؟ ايه؟ الاحمر. والله ان الصعب الاحمر. شلون الصعب علي؟ ايه؟ الاحمر اني اجيبه. الله. اني بسوي شيء لا انا بيه ولا جمهوري بيه. والاخضر عادي انا وانت الاسبوع الجاي كف وباذن واحد احد نحتمل وتذكرها. اشهد الله يوفقك. طول عمرك. نشوف الاسبوع الجاي ان شاء الله. دحام يوعدنا ان شاء الله بالاخضر صقر. في قصيده رهيبه جدا قلتها وانت لابس التيشيرت الاحمر يوم الجوله التحدي. هذه طال عمره طلعت لي 14 مرة في الاكسبلور ما شاء الله. هذا الدليل أن حضورك الشعري ومفرداتك الجزلة لها وقعها يعني في السوشيال ميديا فلا تحرمنا منها. أولا طال عمرك أنا أشكرك على إشادتك أبو سعيد. الله يطول عمرك. سهلة إبداعك. الأمر الآخر القصيدة اللي قلت الليل هذاك طال عمرك للشاعر المعروف على الدعية عرفت؟ ونعم. وأنا شاعر لا أكتفي باللي عندي فقط. شفت فيه 90 يوم صقر ابن بلال بيقول اللي عنده واللي عند الشعار اللي غيره. يا سلام يا سلام. الله يقويك ان شاء الله. وبالعكس يعني احنا نشوف في اللقاءات الشعراء الكبار يسالونهم سؤال دائم وتردد في كل حلقه وفي كل لقاء يقولون في بيت الشاعر ثاني تمنى لك، فتشوف كل شاعر يقول ودي والله ان البيت هذا نهلي. فهذا دليل على جزالتك واختيارك الجميل لكل جمال. الله يطول. نشوف عداد صقر هذا الأسبوع وش مواريه ونقول يا صقر حلق حلق يا صقر حلق يا صقر على عرش الربيع. طال عمرك 300 ريال رصيدية حلال زلال عليك. نشوف المؤشر حق صقر الأسبوع الماضي. المؤشر لصقر التفاعل ممتاز، الحضور متواجد، الانضباط ملتزم. كفو كفو. تعوض وراسك العوض. قرب هنا علشان الكادر. ابي اخويا يشوفون العداد التغريدة. عشان التغريد الشاشه هذيك يمدي نشتغل يمدي نشتغل. اي يا حبيبي انت اذا تقدرون تشغلونا عشان بس نغطي على الشباب. تعال 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 التغريده الاولى لصقر بن بلان. انت متميز وشخص على طبيعتك ولا تملك التصنع. حضورك مختلف. سوالف جميلة. نبي أكثر وأكثر من تفاعلك وجودك على الشاشة. أتمنى الفعاليات والأشياء الجميلة منك وتأكد معك جمهورك وتبشر بنا. التغريدة الثانية اللي صقر بن بلال حضورك على الشاشة يفرق وأنت مبدع ودعمك الصقور معك وجمهورك معك. شاعر جزل وحنا وراك للنهاية وفالك الأول بإذن الله يا نجم. شوف المقطع سوا نرجعكم. انا شاعر ماني متصنع ولا اني بحب التكلف واحتراف الانانيه بدون المجامل والبرستيج والترتيب قدرت اكسب الجمهور وبكل عفويه. المبروك مرحبا في محل يفتخر من يجيله في مجلس طيب عطر اخر به يمطر مطر. الله يجزاك الله بالخير. حي الله صبر الخير. والله ان الغالي اللي صد وجهه عنا لا بغيت اروح صوبه نفس اللي عيت
كيف نركع للمقفي في الحياة وحنا ما ركعنا للمقفي في صلاة الميت. ما علينا من كلام الخبل وهروج المصرف، انت جمعنا معزة وانت فرقنا يا سلام. انت ما زد رصيدك دوم غير يا سحابة عطري، ما زد رصيدك أحلى أيام عمر ما استعيد، بشريني يا سحابة بجديد. والشتا ما زد رصيدك دوم غير، والشتا ما زد رصيدك دوم غير. أشكرك. البيت حقك اللي في التصفيات وشو؟ كيف والله ان الغالي اللي صد وجهه عنا، لا بغيت اروح صوبه نفسي اللي عيت. كيف نركع للمقفي في الحياه وحنا ما ركعنا للمقفي في صلاه الميت. الله 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 صح لسانه، بيض الله وجهك. بس لو تسمع لي سم طالع الشيء الاول، طال عمرك مما شرفني ابو سعيد اني اوقف معك هنا. الله يشرف مقدارك ومقابلك صراحه انه يسوى عند الشيء الكريم. الله يرحم والديك. الامر الاخر اشكر جمهوري تستاهل وافرقه الدعم، وباذن الله ان الله بيجملنا مجمل على اللي فيه خير، ويشوفون ان شاء الله اكثر واكثر. ونعم. الله يبيض وجههم وجيههم وياي، انا من دون ولا شيء. يستاهلون يستاهلون وانت مجمل الله يوفقك. تسلمون. يستاهل صقر. ابى اجيك يا عايض على خشي. يا هلا ابراهيم. أرحب النور السرور. يلا حي يا هال، مواري الاعداد الاسبوع ذا كفو هديت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اعطونا المؤشر الخاص في ابراهيم ونقول استاهل. اول شيء 300 ريال رصيدي حلال زلال عليك. مؤشرك الاسبوع الماضي طال عمرك من ناحية التفاعل ممتاز، من ناحية الحضور متواجد، ومن ناحية الانضباط ملتزم. اللهم لك الحمد. ثبت على الوزنية دي. شكرا للسعد. أنت السعد. عطنا التغريدة الأولى إبراهيم. إلى صديقي العزيز إبراهيم أبو فمين، أبغاك تقرأها بما أن أعتقد أنه صديقك. الله يرفع قدره أبو سعيد. يستاهل. طول عمره بنسمع. من يقول إلى صديقي العزيز إبراهيم أبو فمين، نحن فخورين جدا بك وبما تقدمه في البرنامج الأعظم بالشاشة المليارية شاشة قناة بداية. شد حيلك بالجاي، وتذكر أن وراك جمهور كبير يفرح إذا شافك متواجد على الشاشة، وإحنا معاك في كل وقت وحين، وفالك الأول. استاهل. على راسي أبو سعيد. استاهل. التغريدة الثانية يقول نجمة إبراهيم، نافست بإبداعك وارتقيت بذاتك وصنعت لنفسك بصمة، لا زلت متفرد ومتميز، أنت من أردت أن يكون النجاح جزءا منك ونلت مرادك. استمر بكونك شخص ناجح طموح، لأن هذا اللي يليق بك، الذي يليق بك. نتباهى فيك دائما وفخورين فيك جدا. مركز الأول بانتظارك فريق دعم بإذن الله. الله يوفقك. تستاهل هذه الكاميرا طالما. الله يبيض وجيهكم ويطول بأعماركم ويجعلني عند حسن الظن، وأنا من دونكم والله أني ولا شيء، وابشروا بكل خير في القادم بإذن الله. كفو. يستاهل أبو خليل. أعطونا المقطع ونرجع لكم مقطع. الله يطول. Cause
الاقواس في راس جلمه على جودي هذا على نفس الطريق وكبر مشاغله مسار حغرمه. عجو استاهل استاهل استاهل. تحيه من هذا المنبر. طبعا العمل هذا تقريبا له 6 ولا 5 سنوات دشناه في برنامجنا من كلمات العزيز جدا والجز الفيصل ابن قربه امسي عليه. انا نعم وجهك الله يطول عمرك. تستاهل يا ابو خليل. بس اللي سوى المونتاج ذكي جدا. مو هو عطاك بس الاخضر، عطاك حق 4 اسابيع قدام 14 تغريده. تستاهل. وتراها التغريدات هذه يا شباب اللي نعرضها لكم تراها شيء بسيط والله من الشيء الواجد اللي احنا يعني نشوفها برا. طيب اعطونا اللي بعده. بسم الله الشيخ عايض. يا هلا يا هلا يا هلا. الله يبقيك. انا ابغى تصريح ناري الان ان العداد بيوقف على ان شاء الله. ان العلم عندكم طيب ما ندري. نبغى احمر ولا حقده حقده حقده. قول اخضر ان شاء الله ناخذ. انا واثق بحول الله ناخذ. امورك وتبارك ان شاء الله. عطنا ان شاء الله. عطنا اخضر ونجي احمر ولا يمشي. تنهد. طيب اعطونا العداد الخاص. الرشيق جدا عايض ونقول بسم الله الرحمن. استاهل حضورك ممتاز. الحضور متواجد. التفاعل ممتاز. الحضور متواجد. الانضباط ملتزم. عطونا التغريده الاولى العايض. يقولون عايض الفارع تواجد مميز وحضور رائع وسرده للقصص ممتع. حافظ على رصيدك وخلك متنوع وننتظر منك المزيد. وفالك المركز الاول. يلا الله يجيكم. استاهل. التغريده الثانيه لعايض الفارع. شخصيتك جميله مميزة جدا ووجودك على البث يفرق كثيرا، خاصة الأسبوعين اللي راحت كان تواجدك جدا رائع من جميع النواحي. راعي علم وفزعات وونيس وجلسات وصوت وشعر. أتمنى تستمر على هالشيء وتحافظ على رصيدك ولا تتغيب على البث فقرات، لأن وجودك فعلا يشكل فارق كثير وفالك المركز الأول. بيض الله وجيكم. استاهل. بيض الله وجيكم. عطنا المركز. عطنا المركز الا المقطع. المقطع. عطنا المقطع الاول لصاحب المركز الاول. الاول ان شاء الله. نقول ان شاء الله. طيب عطنا المقطع. يا باغي الخير ابدا. الناس اسمع عايض الفارع. عايض الفارع انا بالنسبه لي اعتقد انه من اقوى المتسابقين في الجلسات الجميله. الرجل هذا يمتلك معلومات جدا رائعه. صحيح. وثمينه، والرجل متحدث ويعرف كيف يبدا القصه ويبدا الموضوع من بدايه سرده ل القصة إلى نهاية ومتسلسل. بسم الله عليك. ممكن أتيها شمبر. الله يوفقك إن شاء الله. كلكم تسلمون. 300 رقم. اللي يقول يا سلام. احنا نبغى. تستاهل. أنا ذكر أبو سعيد. أبو الأمان. أبو الأمان الربع. طبعا الشباب اللي هنا يخلصون عشان يجهزون للنمونية إن شاء الله. طيب دغش وين هو؟ طيب اللي بعده ابو حميد. محمد اشوف انك انا اشوف اني لا جيتك اتفائل دائم بخير. الله يطول. اخضر اخضر الان. اخضر يقول ان شاء الله. مع ان يقول انا ترى على حظي. انا ترى موهوب. على حظك. على تفاؤل انت. حظي ما هو بواجد. لا بس وجهك يجيب لي تفاؤل. الله يطول عمرك. نعم. بس انا عشان اعلمك ترى حظي انا يوصفه ادريس جماع وصف بليغ جدا. وش يقول فيه؟ وقال فيه ان حظي عجاج والحبايب قرطيس. لا 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 وين يا ابو وين مزاد ولا وين يا ابراهيم. طيب يقول ان حظي كدقيق فوق شوك نثروا. أيوة. ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوا عظم الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه إنما أشقاه ربي. كيف أنتم تسعدون؟ إن شاء الله أجل حظي أنا زين. ها والله ما أدري إذا بتحطها على وجودي وحظي فما أدري كيف الوضع. بس أنت فاعل إن شاء الله. أنت فاعل. متفائلين. طيب أعطنا عداد. بسم الله ونقول
يعطيك. مأثرة مأثرة السخنة، السخنة مأثرة. عطنا صوت ولا عطنا شيء يعني كذا حزين بعد. لف شرطان الذهب فوق المتون، لفها يوم التوت فوق البياض، خاف غضات الصبايا يزعلون، سيدة البيض ما فيها اعتراض، حكى غصب عليهم يسكتون، وانسكت تسكت مع كل الرياض. يا جماعة يوم سلهم بالعيون قال يا رمشي من السام ارتقى. سلام. صح صوتك صح والله. وجهك وجهك معنا من الاحمر الاسبوع الماضي. على خشم الاسبوع الجاي ان شاء الله. الماضي واسبوع الجاي. الاسبوع الماضي كان احمر، منعنا منه الاسبوع الجاي. الاسبوع الماضي كان اصفر. لا الاسبوع هذا الماضي اللي حكمنا عليه على الاحمر هذا. إيه شد حيلك الله يرحم والده والدك. ابشر على خشم. على الشحم. على ملك. وش ال حسن؟ قبل شوي دعيتني حسن. الجماعه هناك مجهزين لك مفاجاه تروح لهم. يستاهل ذمتي. لا مفاجاه بس انا يعني يبونك. افرحت انت الله يسامحك. انت يا لبي رحت لدورتهم يا الله يكرمك. أيه؟ سامع طيب. طيب ما نخلف. عطنا المؤشر الخاص. لا ذا المره تراني شدت حيلي والله كله عشان فقره. طيب عشان اجيب احد. بيض الله وجهك. وجهك. عطنا العداد الخاص في ابو سعيد ونقول والله انك كنا عود. لا الحمد لله في تحسن. أيه؟ في تحسن. أيه؟ الحمد لله. كل ما لا كل ما تصاعد نرتقي. طيب اول شيء 200 ريال رصيدي تستاهل. اللهم لك الحمد. الله يبارك. اعطونا المؤشر عشان تشوف ابو سعيد وين نقاط اللي تحتاج انك تشد حيلك فيها، ولا نشوف التغريده. نشوف التغريده. طيب نشوف التغريده اللي دغش ولا نشوف التفاعل. نشوف التفاعل. التفاعل اخر كلام. طيب التفاعل جيد، الحضور متواجد نوعا ما، الانضباط ملتزم نوعا ما. التغريده توكلنا لدغش ابن سعيد، شخصيه عفويه مقبوله على الشاشه، مبدع ومتميز بحضوره على البث، محترم محترم محترم، وذو اخلاق عاليه، يملك كاريزما وطاقه ايجابيه وله جمهور كبير جدا، ونتمنى انك تقدم الافضل بالايام باذن الله الواحد الاحد. الله يوفقك ابو سعيد. الله يوفقك. يقدم الافضل والاجمل برضا الافضل الاسبوع الجاي على خشم. على الشاشه. لا اله الا الله. قولوا معي طوال مغيبه الله يجيبه الله يجيبه الله يجيبه. اعطونا العداد وحنا نشيلها. وكيف المحبة تهون يلي بقلبي تهون، لا تحسب اني زلت يا صاحبي بلا طبع الهوى. قولوا معي قولوا معي طوال مغيبه الله يجيبه الله يجيبه. سوي دعاء يا ابو. اللهم امين. شكلي برقد اسبوع يمكن عين اخضر. اي من هو اللي كان راقد على الكنبه الاسبوع الماضي وخذ اخضر؟ والله شكلي بن قماش صح؟ ما ادري والله اتوقع هي كذا.